صباح الفل. صباح الفل والعسل والجمال. جميل. وعندك واحد فندق وشيش عجمي. عجمي عليك. يخرب عقلك بتنكت انت مضروب. لو انا ليك صباح الهنا. صباح الصباح. واللي جه جه واللي راح راح. سمعني سورة الانشراح وصلي على طه الرسول. مدد مدد يا بنت بنت النبي مدد. حي قيوم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. الله واد يا سفروق. اه معلم. الشيخ سيد رجع ظهر تاني. اه طبعا معلمي. يغيب يغيب زي القطط. بس بقى ايه راجل بركه يا معلمي. طيب اخويا ربنا جعلنا من بركاتك وبركاته ويكفينا شر حركاتك وحركاته. حلاوتك يا معلمي حلاوتك. الله يكرمك. الله جرايا. فتاح يا عليم رزاق يا كريم. احم احم نجف. ده ايه المفاجأة الحلوة اللي على الصبح دي؟ ده نمي ده عيالي. ده عيالك بإيه؟ أهو اللي بحلم بيه تحقق. إيه هو بقى اللي بتحلم بيه؟ أنا بحلم إن أنا أشوف حبيبتي نجفة اللي هتنور حياتي واقفة على السطح كده وبتنشر الغسيل وعمالة تتلكع ويعني ومستنية إن أنا أخرج وأنا تقيل بقى مش عايز أخرج وخرجت لقيتها واقفة مستنياني. يا سلام. ومين قالك بقى إن أنا مستنياك؟ ده أنا بنشر الغسيل. ومال؟ أتنشن أنا كمان جنب الغسيل. ده أنا نفسي تعصريني زي ما بتعصري حتة الغسيل بإيديك الحلوين دول. يوجتك ايه يا مرسي؟ بتحبني للدرجة دي؟ الا بحبك يا نجفة. ده انا ما بنامش لا في النهار ولا في الليل. نجفة امك. يا ساتر. اعوذ بالله من مفرق الاحباب. اخس عليك يا مرسي. ما تقولش كده على امي. دي حتى بتحبك او بتحب تعاكسك. ايوه. يا نجفة. حاضر ياما. تعال هنا. رايح فين؟ على شغلك يا حبيبي بلاش حجج. انا امك واقفة تحت. لا لا كمالك ما تنحليش كده. يلا. طار في الهوا شاشي وانت ما تدراشي. يا ولا طار في الهوا. الله نجفة. يلا بقى يا اخويا يلا على شغلك بقى بلاش حكايه فاضيه. عسل الياية. عسل الياية. يلا يا راجل اختيش. حد بقى العسليه دي. يلا يا حبيبي تعالى انت. يلا اطلع. شكرا. سلام. يا بتاع الرمان تراتيرة رمانك ده بلاش تراتيرة. بص علينا وطل. يا بتاع الياسمين تراتيرة. مين يعمل لك مين تراتيرة؟ ده احنا الناس الفل. دي نجفجف يا ولد تراتيرة تاتيرة تتارة. انا جرايا انت هتعمل لي فيها قلاتي عمار الشريعة بسلامتك. حلاوتك يا معلمي وحلاوة كلامك اللي شعوط. انا مش كلامي هو اللي مشعوط. ده قلبي هو اللي مشعوط يا جحش. مكتوب مكتوب لك الخير لكن الشر من عملك. مهما تطول ايام هيجي يوم تتحاسب على عملك. مدد واد سفروق. ايوه معلمي. البلد بقى نصامه جزيل. اه خير يا مش الخير. صباح القشطه يا عم حواش. عايز الجرنال. عينيا عينيا. حاضر. اتفضل يا سيدي. ها في اخبار حلوه. في اخبار حلوه قوي يا نجم. اخبار سر قوي. ايه النمس هيطلع من بكره. النمس اشمعنى؟ لازم هيطلع اقرع. صباح الفل يا شيخ سيد. خد استفتح. لا يا نجم انا عايز جلبي. من العين دي قبل العين دي. بس خد يا راجل. عايز جلابية عشان افصلها على مولد ام العواجز. حي. لا اله الا الله. لا اله الا الله. حاضر بكره ان شاء الله هتلاقيها جاهزه يا شيخ سيد. انت اللي هتجيبيله. امال انا ايه منظر؟ تعالى يا شيخ سيد خش يا حبيبي مكانك ومطرحك. اتفضل. واد يا سفرون. ايوه يا معلمي. تعالى واد الطلب جميل قوي على كيف الشيخ سيد. عناية يا معلمي. وعندك واحد شاي فورت للشيخ سيد وصلحه. يصلح امورك يا صاحبي. تنقل دنياك. دي خطوه واحده تنقلك من هنا لهناك.
وقف نيل يعني الابنودي. يلا خدي خدي البيت. مرسي الله اللي رجعك بدري، انت نسيت حاجه ولا ايه؟ نسيت قلبي وروحي وعقلي وكلي. مش قوي كده. لا صدقيني يا نجفة، انا خلاص ما بقتش عارف راسي من رجلي. انزل من الاتوبيس الاقي نجفة واقفه قدامي، التذكره اللي بقطعها الاقي فيها صوره نجفة، ابص في السقف الاقي نجفة، كل حته فيها نجفة. طب شفت بقى الدنيا بنعلقها قدامك ازاي؟ يا واد بطل كلام الاونطه ده، قول لي بقى بجد نسيت ايه؟ نسيت شنطه العمر. يا كذاب، وتقول لي نسيت قلبي وروحي. يا ما قلبي وروحي موجودين عندك هنا من زمان، ده انا ما بنامش طول الليل، طول الليل بتعذب، قمت الصبح عشان طب خلاص يلا بقى روح هات شنطه العمر عشان ما تتاخرش اكتر من كده، اجري. انت ده العادي اللي اسمك بورس، تعالى انا عزاك. يا نهار ابيض، امك بتندع عليا خير، اللهم اجعله خير. طب ومال وشك اصفر واحمر كده ليه؟ ما تخافش. ايوه يا ام نجفه، هتطلع ولا انزل لك؟ النبي ما انت نازله، انا كنت بنفع بنتك بس بشرب خمسات عسليه. انا كنت خمسات عسليه انا اهي ببلاش اهي. ايوه حاجه ببلاش كده. ايوه ام نجفه. خير يا ست عطيات؟ خير؟ هو انت يجي من وراك خير؟ عمال تودود للبنت تقول لها ايه؟ ابدا وحياتي، كنت بشتري منها الاخبار. اخبار الندامه اللي نسمعها عنك يا بعيد. الله، ليه بس الكلام ده على الصبح يا ست عطيات؟ والنبي ومن نبى النبي نبي، ما اشوفك مقصوع للبنت وبتكلمها تاني لاكون قطع خبرك. انا بحبها حب عاطفي وعايز اتجوزها على سنه الله ورسوله. حبك برص وثلاثه خرص. امشي كده من قدام يا واد. طب اوعى حضرتك بس ما اطلع اجيب العمر. ده فاكر نفسك كمساري طياره يا اخويا؟ هو يعني كمساري طياره احسن مني في ايه؟ ده كمساري وده كمساري، بس دوكها في الفضاء واني في الارض. لله لله يا بيه، لله ربنا يزيدك من نعيمه يا بيه. امشي امشي بعيد. دي حسنه قليله تمنع بلاوي كتير يا بيه. حسنه قليله تمنع بلاوي كتير يا بيه. والله ما في بلاوي غير. شكلك من ورا وحش. سلام عليكم يا معلم حنفي. سلام ورحمة الله وبركاته. شكلك من ورا اوحش. الحق يا معلم، يزر صاحبتك قدامته فوق. يستاهل قطع رقبته، لازم كده يقعد عشان كل واحد في الحارة دي يعرف حدوده. تحب اضربهولك يا معلمي؟ اصل ما فيهوش. هو قلم واحد بس. هو قلم في الهوم اصلا. يا اخويا اتنيل وخش على شغلك، يعني حامي حمى المحميين. استنى يا استاذ صالح شويه. بص التذكره يا حبيبي. تذكرك منين؟ كل واحد يجهز الفلوس. فكه فكه يا اخوانا فكه. قوم قبل الراجل الكبير ده. ايه؟ قوم للراجل الكبير. ايه؟ بتشدني كده ليه؟ عايز مني ايه؟ انا شخصيا مش عايز منك حاجه، بس عيب يعني راجل كبير عجوز زي ده واقف وانت قاعد زي العك. لا 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 لا، انت هتلبخ؟ مش هلبخ. بص بقى شوف مكتوب ايه. ما بعرفش اقرا. اهو هذا المكان مخصوص لكبار السن والسيدات. انت سيدات؟ مانيش قايم. واللي عندك اعمله. لا بقى ايه رايك؟ هتقوم او بالعافيه هتقوم يعني. بقول لك كبير. بقول لك سيب ايدك. مش هسيب الا ما تقوم. قوم يا ايدك. قوم انت عامل زلط. قوم اقف كده. هو مسك الجواز زلط ايه؟ هو ده ربنا يكرمك يا ابني. تذكره قطعت؟ لا. طب كمان مسوخ؟ الحقوني يا ناس، باين عليا جاي. بتولدي؟ طب وانا هعمل لك ايه؟ المطبات بتاعتكم هي اللي هتولدني من غير اوان. بيت المطبات. عندك حق، ممكن المطبات تولد واحده ست. وبس ينزل ويطلع والعيل ينزل على طول. صرفوا اعملوا اي حاجه، الست بتولد. ايوه حاضر. طب ممكن انت يا استاذ هيك اخدها بتاكسي وتوصلها على اقرب مستشفى؟ ولا لو معايا فلوس كنت ركبت الاتوبيس الفقري. طب خلاص. ممكن انت يا استاذ، انت راجل شهم وباين عليك بتخدم الوطن، تاخدها على اقرب مستشفى. التسريح بتاعي انتبه، دي ساعه ما عنديش وقت. اطلع بينا يا استاذ صالح على اقرب مستشفى. هي لازم تولد، هتولد الاتوبيس. اطلع بينا يا استاذ صالح. ايوه يا نجفة، حصل.
ويكون في علمك بقى سي مرسي بتاعك ده مش تذلني من زور. خلاص يا أمه انت هنا ريح دماغك بقى. لا ما انتهناش، انا مش هرتاح ولا يهنني بال الا لما اسمع بودني دي انك شلتي مرسي ده من دماغك خالص. يا أمه فهميني، مرسي ده انا بحبه يا أمه، هو ده شيء بايدي. بتقيه يا اختي؟ بتحبه يا نسعد امك، انتم على خدك وخيبه امك. شوفي بقى يا ام نجف، هما كلمتين، هتجوز مرسي يعني هتجوز مرسي، قلتي ايه؟ لا لسه يا فندم، من ساعه ما طلع لحد دلوقتي ما جاش لا مرسي ولا السواق ولا العربيه. ايوه معاك، حاضر يا فندم، حاضر، وهو كذلك هبلغه. خير يا حادث ناظر، موضوع مرسي برضو؟ مرسي توقف عن العمل هو والسواق. توقفوا عن العمل ولا حول ولا قوه الا بالله يا رب. مالك يا مرسي؟ في ايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ اخرب بيت الكمسريه لبيت الاتوبيسات، انا قلت لك ماليش دعوه بالشغلانه المهببه دي. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ اتوقفت عن الشغل. ايه؟ اتوقفت عن الشغل بسبب عمل انساني، الناس خلاص ما عادش في قلوبها رحمه. انا مش قلت لك 100,000 مره مالكش دعوه باي حد، ما تحشرش نفسك في اي حاجه، انت مالك انت؟ الله، حتى انت كمان يا نجفه، انت عارفه ايه الموضوع؟ ايه هو الموضوع؟ انا لقيت، بقول لك إيه؟ انا مش هعرف اتكلم هنا. انا ما اكلتش حاجه طول النهار، هروح اخطف طبق كشري. كشري؟ انت ناقص، هو كلهم كشري، هو في غيره؟ يحاول يغيره. طب انت كنت بتجيبي لي الاول من امك، ما عادتش بتطلع لي حاجه. بقول لك انت عارفه الكشك اللي قدام الكشك؟ اه. وانا عارفه حاجه، انا هستناك قدام الكشك. طيب عشان الناس. سلام. وده سفرون، غير لي الحجر وهات قهوه ساده وصلحوا. السلام عليكم يا معلم حنفي. سلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ مش تحاسب؟ لله لله يا بيه. الله، ايه يا اخويا العالم اللي بتحدف علينا دي؟ احنا ناقصين شحاتين كمان؟ ما تروح يا عم قدام مقام السيدة، ولا قدام مقام الحسين، ولا قدام مقام السيدة نفيس. هاي الله، ايه الحكاية؟ من شحات لمكذوب؟ غلط يا مرسي، غلط اللي انت عملته ده. انا بصراحه مش عاجباني طريقتك في الشغل ابدا. بصراحه بقى انا زهقت من شغلانه الكمساري دي، نص الركاب بيزوغوا ما بيقطعوش تذاكر، اجي الراكب من هنا يروح للباب التاني، وبعدين عاملين زحمه وانطه في البلد. انت مالك انت يا اخي؟ وبعدين معاك وانت كل شغلانه تمسكها تسيبها؟ المعلم ريشه بتاع الفراخ، رحت تشتغل عنده سيبته ليه؟ قال عشان بيزغط الفراخ. وانت مالك انت؟ لا ده راجل حرام بيزغطها عشان الفراخ تزيد نص كيلو. الله، وبعدين تروح ترضى حد يزغطك غصب عنك؟ يا سلام عليك. طب والمعلم كرشه بيزغط العجول هو كمان؟ لا ده راجل عجل بيغير من عجول، يضرب العجول على دماغها، مش كفايه انها تندبح وتتاكل للناس؟ لا اله الا الله، يا حنين على عبيدك يا رب. طب والست اللي بتولد انت مالك ومالها؟ يعني ايه يا نجف؟ الله، اسيبها تولد واحد لوحدها ما اوقفش جنبها تولد الاتوبيس؟ فتولد يا اخو انت مالك؟ بلاش، كنت وديها اقرب مستشفى، لكن تفضل قاعد جنبها كده طول النهار انت والسواق وركنه جنبك، اديك اتطردت من الشغل، تقدر تقول لي نفعتك بايه؟ بركه انها جت منهم، انا ما صدقت. انا بصراحه مش عايز اشتغل كمساري ابدا. ليه بقى؟ عايز اشتغل شغلانه تانيه كده كبيره، شغلانه كده فيها صفقات، تصدير استيراد، بيزنس. او النبي يا مرسي، وتجيب لي فيديو. ما هو بالبيزنس هيجي الفيديو والتلفزيون وكل فيديو. ايوه. وكمان اقدر اشتري شقه عشان اتجوزك يا رب، وافتح بيت كده ونعيش في هدوء وحنان. حنان؟ حنان من دي يا مرسي؟ اسكت يا نجف، اما الوليه جابت حته عيل بس وزنه ربع وقيه، صغير قوي. ايه ده؟ بس ده القمر، عبالك يا نجف. تسلم وتعيش وتلعلع يا رب. يا مساء الفل يا حماتي يا صغيره، يا اللي ممنوع على اقل من 16 سنه. امال فين ست العرايس؟ معلش يا معلم، الغايب حجته معاه. الفارس ودمه. طب بقول لك ايه؟ هضرب بنت وراجع لك. ايه بنت يعني ايه؟ بنت ده لفه يعني كده. والواد ده هيضرب الناس ولا ايه؟ مجنون صحيح. ولا معلمي، يخرب بيت الولع على بيت النار اللي في قلبي. الله يخرب بيتك يا سفروت، خضيتني يا جدع. اولع ايه ونايل ايه؟ ده انا اللي مولع وقلبي مولع. الف سلامه ليك يا معلم. ما قلت لك ابعت الواد الكمساري ده عن طريقك يحللك الجو وتنطفي النار اللي في قلبك. طب ازاي؟ ينفذوا قضيه. قضيه؟
ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا ده سفرول؟ واحنا بتوع واضي برضو؟ ده احنا ناس شرفة واصحاب مبدأ، ومرسي مهما كان ابن حارتنا. تقول لي يا واضي بالهواء ده عبيط، نوصل لغرضنا. طب ازاي يا معلم؟ الله دريار، انت مالك بقيت حيشري كده ليه؟ ده رسم معلمين كبار. بالشكل ده هتروح منك نجفة. غزالي 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 شارد غزالي كده. يلا يا ارد ضربة الدم. السلام عليكم يا معلم حنفي. سلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا ما في المعلمين مناظر. واد يا سفروق. ايوه يا معلمي. روح يا واد بقى اعمل اللي انا قلت لك عليه. عيني يا معلمي. زي ما فهمتك. عيني يا معلمي. زي ما فطمتك. عيني يا معلمي. يلا روح. عيني. هو ما يقدرش لو جاوب هنا. سلام عليكم. عليكم. صباح الفل. اهلا. المعلم بقى بيصبع على الحلوين وعاوز طابع بوسطه من الغرام، واخد بالك انت؟ نعم يا اخويا. الغرام عشان يبعت اشواق للحبيب في مكتوب. ممكن؟ ايه يا وده؟ ايه ده؟ غرام انت عندك طابع اسمه بوصل الغرام؟ الطابع اللي عندها للميتين مرسوم عليه واحد ميت يتبيت الحنوت على طول. نعم انت قلت الكلمه دي. طب ايه رايك بقى ضابط بقى؟ ايه يا واد؟ ايه يا فوضى يا واد؟ الله يطمك شقيان عليك وامك غلبانه بقى عني بكل حقوق. اي اي ايه يا حبيبي؟ هي حصلت؟ حصلت تضرب صبيه يا كمسار العربيات اتكروا؟ اقول لك ايه؟ ايه ده؟ اوعى سفروق. اقول لك ايه؟ استنى بس يا نجفه، انا لازم اربيه واعرفه مهم قدام الناس عشان خاطر ثاني. بس يا عالم طويل. ايه يا معلم مرسي؟ الله انا بهزر معاك، انت واخد المساله جد كده ليه؟ هزر وده صبيه. اوعى اوعى يا اخي. ده يا معلم ده كلام برضه وخلاص بقى. انا لازم اربيه واعرفه مهم قدام الناس. تعالى ابو طويله. ربنا يكرمك يا ست، هاتي منه السكينه. هات سكينه. لا مش مديله دينا من ضمن الغنائم. غنائم ايه وهباب ايه؟ هات يا اخي. والنبي يا ست نجفه خليه يديني السكينه. انا هخرب بقى البصل اللي عندي. يا سلام عليك يا مرسي. اتفضل وانت معلم طويل واهبل كده. لفت بجلده، ده انا كنت هقطعه. طب انا هقطعه انا. بعدين. يلا انت معلم عيب. يلا. يلا. هات الكلب. ده معلم حرب. ايوه سعاده البيه. أنا تحت أمرك يا فندم. أؤمر. إيه؟ طالب 50%؟ إزاي؟ ليه؟ هو بيعمل إيه بس يا فندم؟ هو نسي إن حضرتك اللي لميته من الشارع وعملت له سعر؟ طبعًا. معلش. الفلوس جريت في إيديه. بقول يا فندم ما بلاش منه أحسن. طيب طيب يا فندم أنا هتصرف. اللي زي ده أصله لازم يتربى ويعرف هو بيتعامل مع مين. لا يا فندم. حاضر. أنا تحت أمرك وراهن إشارتك يا فندم. إيه 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 يا فتح؟ أنا برضو اللي فتح. أمال مين اللي فتح؟ إيه عايز إيه؟ لازم تشيلها من هنا دلوقتي. ما بعرفش قلت إيه اللي نازلهم. لازم تشيله من هنا والحارة دي ما تخشهاش تاني. أنا دافع الإيجار قبل كده. وإلا هخليهم يخلصوا عليك، فاهم؟ إيه في اللي حصل؟ إيه؟ لا 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 لا. في إيه يا أسطى إسماعيل؟ شوف إيه؟ تعالى هنا أهو. تعالى يا أخي. في إيه يا نسف؟ في إيه؟ اسمع اللي بقول لك عليه. إيه إيه؟ إيه اللي بقول لك عليه؟ كلكم ايوه كلكم عليه.
سيبني انا هروح، انا هروح. يا مصيبتي يا لهوي يما يا لهوي، دول بيضربوا مرسي تحت. يستاهل يستاهل ايه بس؟ تعالي يا بنت الحفيظ يما، سيبيني يضربوها موتو تحت. خليكي موتو، اوعى كلكم عليا. قومي يلا بقى يا بلاصه الباقه يلا. ايه يا بنت عشر واحد عليا يا نجفة. 15 دول أربعة يا مرسي. الباقي جري. إيه يا جماعة ده؟ مش عيب عليكم؟ دي أصول برضو قلة الأدب دي. أكيد أنت، ما هي العيبة ما تطلعش غير منك أنت يا راجل يا دود. تفو عليك. وأنتوا يا رجالة، مش عيب عليكم؟ ده ابن حتتكم برضو، وأنتوا رجالة الحتة. كل ده عشان إيه؟ إيه اللي جرى في الزمن يا جماعة؟ إيه اللي جرى في الدنيا دي؟ الأخ بيقتل أخوه عشان إيه بس؟ يلا بقى اتفضلوا، نجاملكم في المصايب إن شاء الله. ما احنا خلاص بقينا نتفق على حاجه واحده بس، اذيه الناس مش حب الناس. ده انا اكره ناس لو ما حبتكيش. انا عملت ده كله عشان اسكت. ما تكملش، انت راجل قلبك اسود ما يعرفش يحب. اللي يحب يحب كل الناس مش يكره. احب كل الناس وانا فيها صحه للحب ده كله؟ يا خساره يا خساره والف خساره يا خساره على رجاله الحته. ايه اللي بيجري يا جماعه؟ حرام عليكم، الراجل برضو تعملوا فيه العاملة السودة دي. ما خلاص بقى ست نجفة، كفاية تقطيم بقى. احنا بصراحة اتضحك علينا، المعلم حلف قال لنا ان مرسي ده ماشي بطال واحنا صدقنا، وانت عارفة بقى اولاد البلد دمهم حر. خلاص بقى. معقولة؟ معقولة في واحد في الدنيا يكره واحد بالشكل ده يا راجل يا دول؟ ما خلاص بقى يا نجفة، قلبك ابيض ومسامح كريم، وانا بصراحة غلطان ومش عارف انا اتصرفت كده ازاي او عملت كده ازاي. يلا قوم يا مرسي. قوم. ايدك اخويا. لا انت من الاعداء اديك انا جفت. طب ما كنت هوريكه. اوعى تسيبني يلا تضربني. لا 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 ما انا ما كنت متضرب. انا هوريك واحد واحد. طب انا سايبك. هم هيطلع في الغسيل. غسيل ايه؟ ما هم رزعوك العلقه اللي هي. لا انا هسلمه. انا هوري لك انا كلب. يلا 15 واحد عليا يا دول اربعه بس. وبعدين معاك يا مرسي، ايه بس اللي حصل؟ ايه؟ كل الضرب ده وما حصلش حاجة؟ يا اخويا قدها وقدود، طب دي كل الناس عرفت انك راجل جدع وشريف وكمان زدت في عيونهم. انا مش عايز ازيد، انا عايز اخس. الله، وبعدين معاك يا مرسي، هتفضل زعلان كده على طول؟ طبعا زعلان، ولعلمك بقى امك شريكة في الموضوع. نعم يا اخويا، مالها امي بقى؟ انت حاطط نيرك من نارها ليه يا مرسي؟ عشان هي الوحيدة اللي معاها مفتاح تاني للأوضة. قصدك ايه؟ اتفقت مع الجدع اللي اسمه حنف ده وفتحوا الباب من ورايا ورموا العفش في الشارع. يا سلام عليك، ايه بس اللي خلاك تشك في حاجه زي كده؟ عشان هما لو كان كسروا باب الاوضه كنت انت حسيت او اي حد تاني، لكن العمليه تمت من تحت لتحت. حرام عليك يا موس، انت دايما ظالم امي كده. طب ايه رايك بقى انها كانت قاعده معايا يا حسره؟ لا بيها ولا عليها. اه عشان كل حاجه تبقى مظبوط وتطلع هي زي الشعره من العجين. مرسي وبعدين معايا ما زعلنيش منك بقى، قلت لك ألف مرة أمي مالهاش دعوة بالموضوع ده خالص. آه ما أنت لازم تقولي كده، مش أمك. صدقيني يا نجفة أنا صحيح بحبك وما أقدرش أعيش من غيرك، لكن أمك دي هتعقينا في الطريق زي اللقمة في الزهور. الحمد لله على السلامة يا محسن بيه. أنا سألت على حضرتك وقالوا لي إنك وصلت. هو ستك جيت من الإسكندرية إمتى؟ من ساعة بالظبط وراجع تاني على طول. خير يا معلم؟ في إيه؟ ناقصك بضاعة ولا حاجة؟ لا يا سعادة بيه الحمد لله، انت خيرك مغطينا. ايه اللي ناقصك بضاعة؟ انا بس كنت جاية لك قصدك في خدمة يعني وقلقان شوية. خير؟ خدمة ايه؟ ابدا يا سعادة بيه، اصل في واحد قريبنا يعني بلدياتي كده عدم مؤاخذة غلبان ومنكسر، غلبان قوي يا سعادة بيه وهينفعنا، وعدم مؤاخذة يعني خالي شغل. اه عايز تشغله يعني؟ ينوبك صواب يا سعادة بيه توجب معاه اي شغلانة من سيادتك ياكل منها عيش. امين يا ترى؟ لا يا سعاده البيه، الا حته الامانه دي حضرتك ما تتكلمش فيها، عدم المؤاخذه امين جدا، ده بلدياتي تضمنه يعني برقبتي. ماشي، انا فعلا محتاج واحد من النوع ده، وعلى اي حال نجربه، بس انت عارف شغلنا اهم حاجه فيه الامانه. موجوده. والضمير دوارم يا بيه. والكتمان؟ لا من ناحيه الكتمان بقى، الواد بلدياتي ده مكتوب اخرس واطرش واعمى. خلاص على اي حال ابعتولي.
يلا يا بندق روح لامك قول لها خالتم نجفة بتسلم عليكي وبتقول لك حد وابوك. اصطبحنا بعدين بقى في الوليه ام 44 دي بقى الوليه دي بتقعد على السلم اكتر ما بتقعد في شقتها، ما بتخشش الشقه الا لما بتكون راح حضرت الميه بس. يعني لازم تتطقص وتعرف كل حاجه، مين طالع مين نازل. خلاص مش نازل الا لما تبقى تخش، مواصلاتها هتتعطل. السواء مش هيمشي غير لما ننزل، ما انا الكمساري. اي قيوم نجات صباح الخير يا بيه. صباح الخير يا شيخ سيد. خد راجلنا بركه. من قد ما نقدمها يا بيه. مدد قيوم وحدوه. حي كنت فين يا معلم؟ اهلا يا شيخ سيد. اهلا يا حبيبي، اتفضل يا اخوي. اتفضل اقعد. اتفضل قهوتك ومطرحك. أصلاً عدم المؤاخذة كنت في مشوار صغير كده. قيوم إن شاء الله خير. خير إن شاء الله. بيني وبينك يا شيخ سيد أنا زعلان قوي وضميري بيوجعني على اللي عملته في الجدع الأمير اللي اسمه مرسي ده. مدد فعلاً يا معلم ما كان لكش حق. ظلمته يا شيخ سيد. لا واللي أثر فيا وزعلني أكتر لما عرفت إن هو خالي شغل. قيوم ده ابن حتيت يا جدع ولازم نقف جنبه وقف الجدعان. وحدوه. لا إله إلا الله. أصيل يا معلم أصيل. مش كده؟ عشان كده بقى يا شيخ سيد أنا هقول لك اللي جواي. عدم المؤاخذة أنا رحت لواحد بيه معرفتي من زمان وأنا قاعد معاك كده لقيته بيقول لي إن هو عايز واحد يشغله عنده في المكتب. ما أعرفش طلعت من قلبي إزاي. قلت له مفيش غير مرسى فندي حبيبي. الله أكبر. حي أمال إيه يا شيخ سيد؟ ده إحنا ولاد حتة واحدة ولازم نقف جنب بعض في الزنقات اللي زي دي. ولا إيه؟ حي عين العقل يا معلم. هو كله محسوب ليك مش عليك. بس انا خايف يا شيخ سيد لمرسى فندي يعني ما يقبلش مني الخدمه ديت خصوصا بعد اللي انا عملته معاه. مدد وهتعمل ايه يا معلم؟ تخدمنا يا شيخ سيد. اؤمر. ماشي يا اخويا. كل اللي مطلوب منك انك تاخد كارت التوصيه ده وتديه للست نجف وهي تديه لمرسى وقول ان انت صاحب الوسط. خليني انا بعيد، خليني متداري لحد ما يجي اليوم اللي اعرفوا فيه هما الاثنين قد ايه انا بحبهم، قد ايه انا مخلص، قد ايه انا طيب. حي قيوم. قلت ايه يا شيخ سيد؟ على بركه الله والاجر والثواب عند الله. عن اذنك يا معلم. حي اذنك معاك يا اخويا. نقلع الحجر يا معلمي. الله جرى يا واد يا سفرون، انت بتقرا افكاري ولا ايه؟ طبعا يا معلمي. طالع لك يا معلم. امال هطلع لمين؟ تطلع لوالدتك. حلوه. الله يرحمك يا دايدا على السياره برضه. حط الحجر يا واد وخش اعمل لي فنجان قهوه بوش احمر مكسوف. يا عيني يا عيني على الالوان يا عيني على التكتكه. سيد سلامة يا اخوي. قيوم مرسي عارفين العزم ان شاء الله. على فضل الكريم ربنا يسهل. هروح اصالح هيئة النقل العام للاتوبيس وارجع على طول. طب ايه رأيك بقى؟ انت ليك عندي مفاجأة. مفاجأة ايه يا ترى؟ وظيفة جديدة. ايه؟ خد الكارت ده هتروح فيه في العنوان ده اهو. عنوان ايه؟ ده العنوان في اسكندرية. ان شاء الله يكون في المريخ. انت جبت الكارت ده منين؟ ده يا اخويا الشيخ سيد هو اللي اداهولي. ربنا يخليك شيخ سيد. ده شيخ سيد ده بركه. طبعا. طب انا هروح بقى اغير هدومي، مش معقول اروح كده وبعدين اجل التحقيق والصلح ده اليوم الجمعه يكون اجازه. طب بقول لك ايه يا مرسي؟ انا عايزاك بقى الشغلانه دي تحطها في نن عينك من جوه، فاهم؟ لا في عينيني عينيا طبعا زي ما انت في نن عيني بالظبط. بس بقى في حاجه. امر يا عمر امرك ماشي. الله. عايزه يا اخويا كده اول ما ربنا يديك واول مرتب تاخده تجيب النادر بتاع الشيخ سيد. لا هجيب له، انا عندي جرام مقطعه اجيبها له. لا بلاش هجيبها له، هجيبها له جديد. واجيب لك انت كمان هديه، اغلى هديه يا حياتي، ونتجوز على طول وبعد يفوت اسبوع ولا اسبوعين ونكتب الكتاب على طول. وابقى مراتك يا مرسي. ونعيش في بيت صغير في هدوء وحنان. حنان مين دي يا ولد؟ لا ده حنان دي جامل الحب والعاطفه اللي انا هديهولك الحنان دي. Thank you.
ايوه يا فندم. انا حطيت المبلغ كله في الشنطه من غير ما يعرف ان فيها فلوس. لا طبعا يا فندم، نص مليون دولار مش كتير قصاد فرخه هتبدل لنا ذهب. اطمن يا فندم. لا انا دارس العمليه كويس قوي يا فندم. طبعا ما هي دي الصفقه اللي هيبقى لا قبلها ولا بعدها. حاضر، انا تحت امرك يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. ادخل. امال فين ان؟ روحت يا فندم. طب في حاجه؟ في واحد بيسال على حضرتك بره. اسمه ايه؟ ما رضيش يقول لي على اسمه يا فندم. طب شكله ايه؟ تخين شويه. خليه يدخل. حاضر يا فندم. اتفضل. شكرا. اهلا محسن بيه. اهلا. اهلا. اتفضل. اتفضل اقعد. شكرا. اولا برافو عليك انك ما قلتش اسمك، وده المطلوب لحد ما نعمل الصفقه الاولانيه، وبعد كده اقدمك لاداره الشركه على انك بتعمل صفقات كويسه. وانا هكون دايما عند حسن ظن سعادتك. اتمنى. عشان كده انا عايز اكلفك بمهمه، والمهمه دي بقى هتثبت لي مدى امانتك. اطمن يا محسن بيه، ده انا امين جدا. هنشوف. انا هدي لك شنطه فيها اوراق مهمه جدا ومقفوله كويس قوي، ما تحاولش حتى تفتحها. لا افتح ايه؟ الله، مش ممكن يا محسن بيه. عظيم. هتسافر بيها بكره الصبح مصر، هتروح فندق اسمه فندق مروه، هتقابل هناك الخواجه بيتر. فندق اسمه اخذ فندم. فندق اسمه فندق مروه، والخواجه اسمه بيتر، موجود في غرفه 18، هتسلمه الشنطه. وارجع اسكندريه تاني على طول؟ بس مش قبل ما يسلمك هو كمان شنطه زي الشنطه دي. حاضر. الشنطه اللي هيسلمها لك فيها اوراق مهمه قوي ومقفوله كويس، ما تحاولش تفتحها، تجيبها وتيجي على طول. اتفقنا؟ اتفقنا يا سعاده البيت. كويس. وادي يا سيدي صوره الخواجه اهي. قول لي بقى الفندق اسمه ايه؟ فندق فروه يا فندم. مروه. والخواجه اسمه ايه؟ بروه. الخواجه بروه. الخواجه بيتر. ما اقدرش عليك كده. ومقام السيده ما اقدرش على بعدك يا جميل. مقبوله مني. واد يا سفرون. اهو يا معلم. حط لي قط حجر حياته قط. حلوه حلوه يا معلم لطيف. لكن قول لي. نعم ايه؟ هو انت خلاص سلمت؟ سلم ايه يا؟ هي الحرب انتهت؟ دي الحرب سجال. امال ايه؟ واخد هدنه. هدنه؟ طب ليه طيب؟ اللي طب ليه؟ اغير التكتيك، اعمل التفاف وحركه كماش. هاي حلاوتك حلاوتك يا معلمي. يا صباح الفل يا ست نجفة يا عمة الأباليب. استبح وقول يا صبح. طب عنك انت، هفتح لك انا البوتيك. ايه يا اخويا انت هتتريق يا جدع انت؟ والله العظيم انت ظلمان، انت لو تديني فرصه صحيح اقلب لك الدكانه دي لابدع بوتيك، بوتيك سنتر انترناشيونال. طب يلا بقى اتفضل اتكون من هنا، يلا خلي نهارك يعدي على خير. الخير تعمل يا ابن ادم، تجني طبيعي الخير، خليك خفيف يا بني ادم، يكفينا شر الغير. وحي يا اخويا تنيل، يعني زهره الصبار. يا اخويا تنيل انت وغور من هنا. سيادتك قلت اسمه ايه؟ حاضر حاضر، مفهوم يا بيه. مع السلامه يا بيه. يا سلام يا سلام، لو الصفقه تمت يا سهام نقدر انا وانت شهر باريس، واوريكي باريس وجمال باريس. يا سلام، انا كان متهيالي المفروض احسن تقول لي نتجوز ونقضي شهر العسل بالمره في باريس. ما تستعجليش يا حبيبتي، هيحصل وهنفذ لك كل طلباتك، بس كل شيء باوانه يا روحي. سيدي جابر اهي، سيدي جابر اهي، دقيقتين سيادتك تنزل. انا بنزل ازقك. مش هتنفع يا فندم، عطلت خالص. سبع ساعات. خليها سيادتك علينا. هنده لك ثلاث انفار يزقوك ولا حاجه. مش هتنفع يا فندم، يا اما حط اهي. بس كده شكرا.
بصراحة مش عايز اشتغل كمساري ابدا. ليه بقى؟ عايز اشتغل شغلانة تانية كده كبيرة. شغلانة كده فيها صفقات، تصدير، استيراد، بيزنس. او النبي يا مرسي وديبلي فيديو. ما هو بالبيزنس هيجي الفيديو والتلفزيون وكل فيديو. ايوه. وكمان اقدر اشتري شقة عشان اتجوزك. يا رب. وافتح بيت كده ونعيش في هدوء وحنان. طب انا هروح بقى اغير هدومي، مش معقول اروح كده وبعدين اجل التحقيق والصلح ده اليوم الجمعه يكون اجازه. طب بقول لك ايه يا مرسي، انا عايزاك بقى الشغلانه دي تحطها في نن عينك من جوه، فاهم؟ لا فاهمني يا هي طبعا زي ما انت في نن عيني بالظبط. بس بقى في حاجه. امر يا قمر، امرك ماشي. الله، عايز يا اخويا كده اول ما ربنا يديك واول مرتب تاخده تجيب النبي بتاع الشيخ سيد، واجيب لك انت كمان هديه، اغلى هديه يا حياتي، ونتجوز على طول، وبعد يفوت اسبوع ولا اسبوعين ونكتب الكتاب على طول، وابقى مراتك يا مرسي. ونعيش في بيت صغير في هدوء وحنان. اول ما يوصل نخش عليه في الاتفاق. ماشي مرسي، هناك اهو. يا مرسي بيه، يا استاذ مرسي. مرسي اهلا يا مرسي، تعالى بس تعالى. اقفل على صوتي، معلش خلاص. انت تعرفني منين؟ طبعا نعرفك. ازاي بقى انت مش منك في الشركه؟ منك منين؟ طبعا ده توفيق بيز منك في الشركه يا مرسي. ودي يا ميسه سهام زميله عزيزه علينا. مين عزيزه؟ انا. شركه ايه؟ انت تبع شركه ايه؟ شركه محسن كل استيراد والتصدير. صح، طبعا اذنكم لحسن اتاخرت على القطر. لا ما هو القطر قام من بدري. لا ما انا بركب القطر الفرنساوي ما بيقومش، ما بيتحركش، بيفضل واقف. معلش اصل محسن بيه بعتنا عشان نوصلك. طب توصلوني فين؟ مصر طبعا. تسلم الشنطه للخواجه وتاخد الشنطه الثانيه. الله، انتوا عارفين النظام بقى بالحرف. يلا يا مرسي، يلا اتفضل. اتفضل فين بس؟ اتفضل يا توفيق بيه، اوصلكوا. يلا يا مرسي. يلا يلا يلا. مين عربيه مين دي؟ عربيه لسام بتاعت حضرتك. ايوه. وانت زميلتي في الشغل؟ ايوه طبعا. لا اتفضل عباس بيه، اتفضل. اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا. انا توفيق. اتفضل يا باشا. اتفضل يا توفيق. اتفضل. يلا. هو العدل وحده. لا اله الا الله. سلام عليكم. عليكم السلام. هات والدك يا ست نجا فاهم. علبة سجاير. هات يا اخويا. هات خد. اتفضل. اسكت يا شيخ سيد، مش مرسي راح استلم شغل امبارح والنبي توصي عليه؟ انت واقف كده ليه؟ ما تغف في 60 داهيه. هو النافع وحده. وهو الضار وحده. ما خلاص الوسط وصف يا معلمي. ينفع. واد مين يا واد؟ مرسي يا معلمي. الله. مين من العباد؟ انت واضح هتجنني؟ جرالك ايه؟ حتى انك العمر كله كده نايم على ودانك، بتحط في عينيك شيش؟ وانت ايه بس اللي حرق دمك يا معلمي؟ انا قد ما حدش يحرق دمي. الله، انا المعلم حنفي. طب خلاص خلاص يا معلمي خلاص. يبقى تقطع العري وتسيح دمك. قصدك ايه؟ تطلبها من الست عطيات امها، وهي طبعا مش ممكن هتكسر كلام. هي فعلا ما بتجيبهاش. انا حاسه انك قلقان ومش على بعضك كده. لا ابدا مش قلقان ولا حاجه، بس انا عايز اخلص من المهمه دي. طب ما تجيب الشنطه دي عنك شويه. لا شنطه ايه اللي انت عايزاها؟ بس الشنطه. انت عايزاها ليه؟ اللي عايزاها ليه؟ مش عايزاها. انا هعمل بيها ايه يعني؟ يا مرسي يا حبيبي، انا قصدي يعني تقعد مرتاح شويه. طب ما انا قاعد مرتاح اهو اهو. انت حر. ايوه انا حر. والنبي يا شيخ سيد تدعي المرسي، تدعي له ان ربنا يوفقه في الشغلانه الجديده اللي هو ماسكها دي. وليك عليا بقى، لو ربنا وفقه ان شاء الله هخليك تحلي بقك زي كل مره. كله بامره. مرسي طيب وابن حلال، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيوفقه.
ما انا قلت لك الخواجه مش موجود. يعني ايه؟ مش هنسلمه الشنطه؟ طبعا هنسلمه الشنطه. امال محسن بيبعتنا ليه؟ يا سيدي الخواجه مش موجود، بيقول راح يشتري هدايا من خان الخليلي. يبقى نستناه لما يرجع من خان الخليلي. انا ورايا حاجه. وعلى ايه؟ نروح نستريح عندنا شويه وبعدين نرجع له تاني يا سيدي. ايوه بس انا لازم اروح اطمن على نجفه وبعدين ابقى ارجع لكم تاني. خلاص يا سيدي نوصلك تطمن على نجفه وبعدين نرجع للخواجه تاني. طب لما يجي قولي لي عشان اعرف الراجل عمل معاك ايه بالظبط. حاضر. الهي ربنا يخليك لنا يا شيخ سيد يا راجل يا امير يا بركه. الله يسلم عليك. بس كنت جاي اسلم عليكي وماشي على طول. ماشي رايح فين؟ يعني همشي اروح اسلم الشنطه بيزنس. لكن ايه الشياكه دي كلها؟ اهو حاجه على موسم كده. حد الشنطه دي للخواجه في اوتيل مروه واجيب الشنطه الثانيه وارجع على طول. قلت اجي اسلم عليكي قبل ما اروح اسكندريه. طيب يا مرسي. امال ايه البنت اللي معاك دي؟ لا ده تبع الشركه زميله. زميله؟ او العربيه دي تبع الشركه مندوبه زميله برضه. لله يا بيه لله. ربنا يعمل بيتك يا بيه. السلامة يا مرسي. خلي انت كمان بالك من نفسك. ربنا يخليك. السلامة يا اخوي. السلامة يا نجفة. نجفة عاوز حاجة؟ بتندهي ليه؟ بقول لك كفاية كده، اقفل المحل واطلعي. اشمعنى؟ اصل جايلنا ضيوف مهمين قوي. ضيوف مين دول ياما لحقوا السعادة؟ يوه بس اطلعي يا عمر الحرم. انا هقولك اسمع كلام امك يا ست العرايس، دي الجنة تحت رجلين الامهات. وسيبك بقى من وجع الدماغ اللي جابولك السوبر ماركت بتاعك اللي مش جاب همه ده. اظن ده شيء ما يخصكش يا معلم. زفت انت. الله لافلي، احلى مرة يطلع فيها الزفت من بقك. من بقك الطعم الجميل ده. بقولك ايه، اقعد معوق بس اتكلم عادل، فاهم؟ اهو بس معلش على كيفك. على كيف كيف كيفك يا ست الستات. بس على رأي الغنوة المشهورة، لك اول الحدوتة الدلال وفي اخر الحدوتة ليا الهنا. يا نجفة يا نجفة. ايه ايه ده؟ احنا رايحين فين يا توفيق بيه؟ ده مش طريق الفندق. انا مش قلت لك هنروح نستريح عندنا شويه وبعدين يا سيدي نرجع للخواجه تاني؟ انت اتضايقت مننا ولا ايه؟ لا معقول يا اتضايق؟ هو اللي تشوف حضرتك اتضايق. ده يا مرسي بيه نحن هنا. انا بفك شويه بس يعني بتسلى. طيب طيب سفروت. خش يا سفروت. اهلا وسهلا. مساء الفل يا ست عطيات. مساء النور يا حبيبي. اهلا يا سفروت. المعلم حنفي بيمس على سيادتك وبعت الحاجات دي. وليه يا سيادتي بس التكاليف كلها؟ لا ولا تكاليف ولا حاجه يا ست عطيات. هو بقى بيقول لسيادتك ايه بقى؟ قول. عايز اشرب فنجان قهوه عادل. من عينيا الاثنين. لا لا واخده بالك سيادتك بقى، مش من حكايه من عينيك الاثنين. انا عايز اشرب قهوه من ايديك الحلوين. واخده بالك انت الحلوين؟ يعني انا قدام اشرفين؟ طب اغير هدومي وبقابله. اصل بقى على... اصل الموضوع كبير قوي يا ست عطيات، واخده بالك انت؟ انا عارفه يا واد عارفه. هو ده عوار ده اللي هتعمله ده؟ انت جاي حبه الفاكهه تاكلها نهز مني الاول. لا مؤاخذه يا ست عطيات، اصل الموز حلو قوي. واخده لك نصيبه وجع في بطنك وانت ما مش عايز تفتح جنيه حلقين. طب اخد بطانات. والله العظيم ما انت واخد وجع في بطنك يا اختي. ده كان الموز كله. الله يعزك يا انتوا فعلا اسره لطيفه والله. وانا سعيد بساعه الحظ اللي انا قضيتها معاك. واستاذن انا بقى لان انا اتاخرت. على فين يا مرسي؟ الله انا ليا بيت لازم انام فيه، بيتنا في السيده زينب، فلازم انام هناك. لا لا انت هتنام معانا. جهز لي اوضه يا بابا. لا مش ممكن، انا ما اقدرش انام بره، ومش ممكن انام وحد نام في اوضه جنب مني. استحاله يا عم، لا يمكن يعني. وبعدين بصحى بدري وباخش دوره الميه واعمل لكم ازعاج، مش ممكن يعني.
استحاله يعني. براحتك يا مرسي براحتك. خليك على راحتك يا ابني. الله يخليك. اصحى وقت ما تحب. انا سلام عليكم. عن اذنك. هو باباكي مش ساكن معاكم ولا ايه؟ لا ساكن بس هيحضر لك الاوضه. بقول يا مرسي بيه ما تعملش فرق بقى بيننا وبين بعض، احنا بقينا اصدقاء وعيله واحده. الله يخليك. تيجي نتسلى مع بعض شويه. تعال ساعه كوتشينه. يعني زمان كنت بلعبها الحقيقه يعني، لكن انت بتلعبوا كوتشينه ايه يعني؟ دوجو. لا لا انا العب بصره كن كان تجوا نلعب لعبه شلح انا كوتشينه زي بعض بس انا يعني بلعب على قد يعني مش قدكم. على قدك؟ اه والله يعني انت باين عليك حريف كبير قوي كل الالعاب واحنا اللي مش قدك. اه خليكي من الناحيه دي احسن عشان هنا بتعب شويه. يا جميله حلوه انت. خمسه وخميسه صلوا على النبي. يا خرابي يا خرابي يا حلاوه يا حلاوه. والنبي شوفوا النبي لو جبت لي الساغه كلها ورشيت قهوتك وحارتك ذهب ما يسوي ضفر من رجلين مرسي. الكمساري؟ اه الكمساري. طب خدي دول وبكتب لك الباقي على ظهر التذكره. ما تكلميني يا عم. تتهبلت في نافوخك يا بنت ولا ايه؟ غاويه فقر مش كفايه خيبه امك. خيبه امي ايه؟ احمد ربنا وقول الحمد لله. اسمع يا راجل انت بقول لك ايه؟ اذا كان لسه ليك عمر في الدنيا ابعد عن طريقي خالص. فاهم ولا تحب افهمك؟ تحب افهمك. يا حاجه. مرسي بيه خلي لها بنتها عليك اللعب. يلا انت. لا مرسي بيه بتخش بالبنت ولا ايه؟ بنتي اه والله ده شبه الولد اهي. ولد ايه؟ ما باين انها بنت. بتغش ليه؟ ما الورق بقى معاك كله. البنت ايه؟ وتقول لي ما اعرفش العب وبلعب على قدي. ده انا بس حجزت لك القاس في الدور اللي فات، لولا ده انا كنت هتغلي بالعشره. قاس؟ بتغش بالقاس؟ لا يا حجزته له عشان ما يا حبيبي انا هيغش بالعشره. ده انت لاقيهم غلبتنا احنا الاثنين عشرتين ورا بعض. لا بس بالويم والله ده انا بقى لي 10 سنين ما لعبتش الكوتشينه. لا ما هو باين يعني بالقاس بتغش. حلو جميل. يلا مرسي بيه هتنام ولا ايه؟ تعبت التعب حل عليا. عايز اريح الجثه شويه يعني انام شويه. طيب قوم يا مرسي سيب الشنطه عشان تنام براحتك وتتمتع كده. لا الشنطه مين ده هتبقى في حضني عشان بس ما احصل لهاش حاجه بامانه. ولازم ما فيش عندي قميص نوم هغير ولا بلاش انام بالقميص والبنطلون. تصبح على خير يا مرسي بيه. انت من اهل حبيبي. المنحوس منحوس ولو علقوا على راسه فانوس. يما مش منحوس ولا حاجه، بستلم وظيفه في شركه كبيره قوي بقى حاجه مهمه خالص. ابي تعالي قابليني. وهي لازم الكلام ده بس قبل النوم ياما. شوف شخت البيت يعني لسه شاريه برضه. ياما مرسي طيب وامير وابن حلال. هو صحيح تخين وقصير اه بس دمه خفيف قوي. امير ياما البلية لعبت ومحسن بيرضى عنك. الفلوس هتجري في ايديك وافتح بيت واتجوز نجفة واجيب عيال واشتري عربية. لا لا بلاش العربية. عربية ايه؟ اسكت. ايه نتيجة التحريات الاخيرة؟ يا بديل يا فندم. وتقرير المعمل الجنائي بعد استبعاد البصمات المألوفة مفيش بصمات لمسجلين. معنى كده ان احنا لسه ما وصلناش لنشاط افراد العصابة. يا فندم انا بقترح باننا نقبض على الافراد المرصودين تحت المراقبه. هنستفيد ايه؟ نعرف نشاط العصابه وافرادها. العصابه مستتره ورا ناس غير مسجلين. ايه ده؟ الشنطه فين؟ الشنطه 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 اللي كانت معاها فين؟ الشنطه الشنطه سرقت. خربتك يا مرسي. الشنطه بتتسرق. الشنطه الشنطه. بسم الله الرحمن الرحيم. خير اللهم اجعله خير. يا ترى ايه اللي جرى لك يا مرسي؟ الشنطه كانت هنا. يعني ايه؟ هيكون خد عفريت؟ ما هي انت اللي خدتها يا بنتك. بنتي؟ بنتي من دي؟ ايه بنتك من دي؟ بنتك سهام اللي كانت بتقول لك يا بابا. ولا بنتي ولا حاجه، دول مجرد دزلاء عندي. ثم اي بنات بتنزل عندي هنا في الشقه بتقول لي يا بابا. ها؟ هم راحوا فين دلوقتي؟ وانا ايه عرفني يا ابني؟ هم دفعوا اجره بياتهم واجره بياتك انت كمان ومشوا. يا نهار اسود، انا خرب بيتك يا مرسي. ابلغ البوليس. فين التليفون؟ هي شنطه فيها ايه؟ فيها اوراق مهمه بتاعت الشركه. الشركه اللي بتشتغل فيها؟ اشتغل فيها وانا كنت لسه اتنيلت، ده كانوا بيجربوني كنت تحت الاختبار. اوراق ايه دي؟ اوراق ال اوراق كانت رايحه للخواجه، اكيد اوراق بالانجليزي. انا كنت لازم اسلمها للخواجه النهارده. انا مش فاهم حاجه ابدا، انت باين عليك مجنون، وحتى لو بلغت البوليس اللي بتقوله ده برضه هيقول لك انت مجنون.
ايوه يا ست هاني. حاضر هبلغه. مين على التليفون؟ الجماعة في كازن علاء الدين وعاوزين سيادتك تتصل بيه. طيب حاضر، مع السلامة. أنا خارج ولعلمك بقى الموضوع ده لا يمكن يعدي على خير، وأنت مشترك معهم وبحملك المسؤولية، وأنت عارفني كويس أنا مين؟ أنا لحم مر، فاهم ولا لأ؟ السلام عليكم. مع السلامة. الحمد لله على السلامة مستر بيتر. هو ار يو؟ الحمار. قصدي الحصان يعني. اه هالو مستر هورس. لا هورسي هورس مرسي. هورسي دي بالانجليزي. نو نو اي مين حصان. هورس مينز حصان. حصان كلمة السر. يس يس يس. فين شنطة؟ موجودة موجودة خواجة في الحفظ والصون. يعني فين؟ عندي عندي طبعا، بس انا كنت جاي اشوف حضرتك موجود هنا ولا لا. اوكي اوكي انا موجود، بس فين شنطه؟ خلاص ما دام انت موجود هجيبها. انت قاعد هنا كم يوم؟ قولي 3 يوم بس. هاي طب انا بقى ان شاء الله احضر الشنطه واجي لحضرتك، بس اوعى تخرج زي امبارح. مين قال انا اخرج امبارح حبيبي؟ طالمات انا موجود في اللوكاندا من اوتيل لطياره دايركت. قالوا لي انت رحت خان الخليلي تشتري بواري نحاس وتاكل كوارع وحاجه كده. كوارع في خان الخليل هناك. لا لا مش انا مش انا. ايه بقى الخواجة عباس؟ اه يا ده بس يا زينب. ثانك يو فيري ماتش. السلام عليكم. سلام طبعا شيخ سيد. نعم يا نجم. اللي اقول يا شيخ سيد، ما تعرفش يا اخويا لوكاندة ايه اسمها مروه دي ولا اسمها ايه؟ تعرفش يا فين؟ وبتسالي عليها ليه يا نجم؟ اصل يا اخويا مرسي راح يودي شنطه ويجيب شنطه وما جاش لغايه دلوقتي. والشنطه دي بتاعت مين يا نجم؟ بتاعت الشركه اللي هو بيشتغل فيها. ما قالكيش الشنطه دي فيها ايه؟ هو قال لي كده بقى انا ما اعرفش، بس بصراحه كده انا قلبي واكلني عليه، وكمان كان في ناس مستنينه في العربيه. طب يا فندم لو الشنطه دي كان فيها مخدرات وجاي حالف في العربيه يبقى حاسب الرقابه عليهم خد العربيه ومشي. لا المعلومات بتقول ان مرسي كان شايل شنطه هيسلمها في الاوتيل لشخص ويستلم شنطه ثانيه، اذا يبقى مرسي معاه شنطه فيها مخدرات هيسلمها ويستلم شنطه فيها فلوس. يبقى لازم نعرف مين الشخص اللي كان موجود في الاوتيل. يبقى نعرض على مرسي ونساله. المعلومات بتقول ان مرسي اختفى. يبقى بالبحث عن مرسي وعن العربيه اللي كان راكبها والمعلومات اللي وصلت لنا هي اللي هتوصلنا للعصابه اللي كانت بتمول حنفي. بالظبط يا Thank you.
العواف عليكم. اهلا وسهلا. والنبي يا اخويا ما شفتوش واحد اسمه مرسي جاي يقابل واحد خواجه عشان يسلموا شنطه؟ مرسي مين يا ست؟ في واحد خواجه جه هنا نزل عندكم، وفي واحد المفروض يجي يسلمه رساله. اسمه ايه الخواجه ده وجاي منين؟ والله يا ابني ما نعرفش. انما اللي جاي يسلمه رساله ده اتاخر عليه، ما تعرفش هو راح فين؟ هو جه بقاله كام يوم؟ بقاله 3 ايام. بس هو مش موجود دلوقتي. طب والله لو تسمح ممكن تكتب لنا اسمه في ورقه عشان لما نيجي نسال عليه. ثانيه واحده لو سمحت. اتفضل. شكرا. يلا يا نجا. لا انا بقى مش متحركه من هنا غير لما اشوف مرسي وقابل الخواجه. يلا يا نجا، فانا عرفت كل حاجه وعرفت مرسي فين دلوقتي. يلا يلا. سلام عليكم. لو سمحت يا اخ افندم، انا عايز اقابل الفنانه سهام اللي كانت بترقص هنا امبارح. حضرتك عاوزها في حاجة مهمة؟ أنا مهمة أوي يا فندم، عندنا فرح فعايزها في رقصتين تلاتة أربعة كده. لا هي النهاردة ملهاش نمرة الحقيقة. طب إزاي أنا عايز أقابلها؟ إنما إذا كنت عاوز تقابلها ضروري تلاقيها كل يوم الظهر في مطعم الجندول. كل يوم؟ كل يوم باستمرار. ماشي يا فندم، فعلا هشوفها. سلام. مع ألف سلامة. أهلاً أهلاً. السلام عليكم. السلام عليكم يا معلم حنفي. سلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله. ايه يا معلمي؟ يا ست العايز ما فتحتش الدكان النهارده ليه؟ هو انت خلاص هتتقال يا معلمي؟ ايه بس فرود، ده تكتيك معلمين كبار. طبعا يا معلمي، ما انت جبت لها وصلة اخر حلاوة. الشيخ سيد يحل ادخل مشكلة. الشيخ سيد؟ وايه دخل الشيخ سيد في الموضوع ده؟ اصلي وانا بفتح النهارده الصبح شفتها خارجه من البيت وما فتحتش الدكان وسحبت الشيخ سيد في ايدها واتكلوا على الله. يبقى رايحين يشحطوا سوا. فين الشنطه؟ الشنطه فين؟ شنطه ايه يا مرسي؟ الشنطه فين؟ الشنطه فين؟ لا ده انت مجنون بقى. اقول لك ايه، لحظه هفرج عليكم الدنيا وافتحكم في ضحكه اللحمه في السوق. طب فين الشنطه؟ وطي صوتك، بقول لك مش هوطي. قسما عظما ان جت الشنطه انا اكون ضربها هي بالذات. يا جدع عيب اللي بتخرفوا ده يا مرسي، انت اهبل ولا ايه؟ يا مرسي عيب، وطي صوتك، ده احنا واكلين مع بعض عيش وملح. ما هي الشنطه تيجي ما تنقص ورقه ورقه. اطمن تمام، انما قول انت كنت فين؟ فين ايه؟ ما انا معاك اهو، هات الشنطه احسن مش هربع اكون ضربها. بقول لك هجيب لك الشنطه. هضربك واضربها هي بالذات. بقول لك ايه؟ عيب اللي بتعمله ده. تعالى معايا اديك الشنطه. ضربني يا مرسي. يلا. انت كنت فين؟ فين الشنطه؟ تعالى انا هوريها لك. ايه اللي بتعمليه في نفسك؟ مال القمر ماله؟ ايه؟ الجميل سرحان في ايه؟ يا اخي الصبح الصبح، هو انا ناقصاك؟ انت دايما دمك حامي معايا كده، مع ان انا جدع مظلوم وغلبان. انت مظلوم وغلبان. طب يلا يا اخويا اتهوى من هنا، يلا غور من هنا. ماشي، مقبوله منك على قد سني. على قد ايه؟ انت يا راجل انت ايه؟ جبله ما بتحسش، ما عندكش دم يا اخي. حس، حس على دمك بقى، حس على قد طولك. بالعكس، ده انا حساس وحسيس وحسي عالي قوي. شكلك. انا غلطان يعني ان انا جاي اسال عنك واطمن عليك؟ سالت عليك العافيه، ما تحرمش، تحرم يا بعيد. ماشي. انت لسه برضه بتفكري في الواد مرسي منافسته؟ ما تقولش عليه واد. اسف، بس اصله بقاله مده غطسان وانا خايف عليه اللي اكون راكب الاتوبيس اللي وقع في قعر الليل. ان شاء الله انت اللي تنزل في النيل، مالكش دعوه. انا خايف عليك اللي يكون بيلعب بديله. قصدك ايه؟ ما اقصدش اي حاجه، بس احنا دايما كده، نحب اللي يكرهنا ونكره اللي يحبنا، نفكر في اللي ناسينا وننسى اللي فاكرنا. جرى يا معلم، انت تعرف حاجه مخبيها عني؟ حاجه؟ حاجة ايه؟ تعرف حاجة عن مرسي؟ تعرف هو فين؟ انا ما اعرفش اي حاجة عن مرسي، بس اللي انت ما تعرفهوش ان الكارت اللي جابهولك الشيخ سيد انا اللي مديهوله. ايه؟ انت؟ انا، عشان تعرفي قد ايه انا امير وطيب وبني ادم ومخلص. انا مخلص يا نجفة، انا مخلص. وعلى العموم يا بنت الناس، بكرة كل حاجة هتبان وهتعرفي هو ايه وانا أبا إيه؟ سلام يا نجف، سلام. معاك يا موسيقى.
معلش. ايه يا مرسي اللي بتعمله ده؟ تجري ليه؟ يا موسي بيع ايه؟ الشنطه فوق هنديها لك. فين الشنطه؟ الشنطه فين؟ هنديها لك يا موسي. انا مش هسيبكم النهارده. الشنطه يا مرسي سيب دراعي مش كده. وحياتك هكون تاني. يا مرسي بيع ايه؟ الشنطه هنديها لك. اسبقوني وانا هحصلكم. انت انا الشنطه منك. استنى يا مرسي تتفرج علينا. فين الشنطه؟ هجيب لك الشنطه من فوق. قدام. اتفضل. انا هاخد العربيه وجاي على طول. اهلا يا سهام. اهلا استاذ مرسي. اهلا يا بابا. اهو تاني يا بابا. اهي قالت لك ابوك اهي اهي قدام. ده انا هوري لك. اوعى ايدي بقى. انت مش شايف معاهم في الجريمه ولا هوريك. اوعى يا اخي ايدي مش كده. يا ان ما وريتك يا مرسي. ده انا مش هسيبك ابدا. ايه يا مرسي اللي انت بتعمله ده؟ معايا يا مرسي اللي انت بتعمله ده؟ يا مرسي استنى مش كده. الشنطه فين؟ مفيش شنطه. كده؟ لا ما اعرفش عنكم اي حاجه كمان. ايه بقى؟ هتستعبطي؟ لا ده انا لحم مر هنتقم منك وارميكي من الشباك. فاهمه ولا لا؟ لا يا مرسي مفيش شنطه. هتعمل ايه يعني؟ كده؟ اه بسيطه. هروح شايلك ورميك من الشباك ولا يهمني. شباك ايه وانا لعبه صغيره عشان ترميني من الشباك؟ مفيش شنطه يا مرسي. ها كده يبقى توكلنا. انت مرسي مرسي استنى. قولي لي فين الشنطه؟ انا هقول لك على كل حاجه يا مرسي. فين الشنطه؟ هقول لك على كل حاجه. اتفضلي قولي. انت بس استني مرسي انا هقول لك. الشنطه فين؟ الشنطه يا سيدي. طيرين يا روح قلبي. خدوه. امرك يا فندم. انت انت روح معاه. تعال انت معايا. هو عمك قدامي. عاجبك كده؟ في ايه يا امي حبيبتي؟ كل لك لقمة. ماليش نفس يا بنتي. ده انت ما دوقتيش النعمه من الصبح. قلت لك ياما مش جعانه وماليش نفس. ما انتش جعانه ومالكيش نفس. ايه اللي هيسد نفسك يا اللي في بالي؟ ياما حرام عليكي. هو كان عملك ايه بس؟ عمله اسود وزي الهباب. يعني تحب اقوم اولع في نفسي ياما؟ ليه بس كده يا بنتي؟ طب سيبيني سيبيني بقى في حالي. حرام عليك. انا زهقانه زهقانه يا ناس. يا رب. يا ترى انت فين يا مرسي؟ ايه اللي اخرك؟ والكلام اللي قاله لي حنفي يقصد بيه ايه؟ لا لا انا مش مطمنه. قلبي بياكلني وحاسه ان في حاجه كده مش كويسه حصلت. ايه هي؟ مش عارفه. بس ده وصل ازاي يا فندم؟ ضمن فوق سياحي من روما. طب ليه ما قبضناش عليه؟ موضوع تحت المراقبه من ساعه ما ركب الطياره والقبض عليه مش هيفيدنا لاننا عايزين نوصل للعصابه اللي بيتعامل معاها. يعني ولكن احنا في انتظار التعليمات. تفتكر كده؟ على العموم انا حابه اجيبها دلوقتي. اوكي خليك معايا. سام تحضر قدامي دلوقتي وبسرعه. فعلا هي دي الخطة الوحيدة. مفيش غير سهام. كل اسمعي سهام، لو باقي على نفسك صحيح اسمعي كل اللي هقول لك عليه وتنفذيه. انا تحت امرك. المفروض ان مرسي كان هيقابل الخواجة ويسلمه شنطة الفلوس والخواجة يديله الشنطة بالاتشهاد. انا عارفة. انت بقى اللي هتقوم بالمهمه دي بدل مرسي. وان الخواجه سالني عن مرسي هقول له ايه؟ الخواجه ماليش دعوه بمين اللي هيستلم ومين اللي هيسلم. المهم عنده حاجتين، الفلوس وكلمه السر عشان يطمن. وايه هي كلمه السر؟ الحصان. الحصان؟ تمام. روح خد الشنطه من المكان اياه. وادي صوره الخواجه ايه خلاها معاكي. يلا وريني شطارتك بقى يا سوسه. امرك. السلامة السلامة. من فضلك في واحد هنا اسمه مستر بيتر. ايوه في اللوبي هناك. جود نايت مستر بيتر. جود نايت بيس. الحصان. اوه هلو بيس حصان. انا عارفه يا فندم طبعا كان المفروض واحد غيري يجي. بس على العموم الحاجه معايا. بلاش بلاش دازنت ماتر. المهم الحاجه. هات شنطه. ممكن؟ طبعا ممكن بس مش قبل ما اخد الشنطه الثانيه. تمام بس شنطه في الروم فوق. طب يلا يلا.
السلام عليكم. عليكم السلام. من فضلك يا اخوي، ما حدش شاف فيكو مرسي خطيبي جاي قبل الخواجه. مرسي ايه وخواجه ايه؟ الله، مرسي خطيبي، ما حدش يعرف برضو فيكو مرسي خطيبي ده جاي قبل الخواجه، وانا بقى مش منقوله من هنا غير لما اشوفه. ايه رايك بقى؟ ده حاجه عجيبه. سيد. ايه سيد؟ ايوه بيه، خد الست والنبي ارميها بره. ايه يا ست؟ خدك ربنا، بلاش البنت. الله، انا عارفاكي كويس قوي لما كنت معاه في الحاره وراكبه العربيه. مرسي مين وبتاع ايه؟ انت بتخرفي بتقولي انا ما اعرفش حد. انا برضو اللي بخرف، انا قتلتك بقى هنا النهارده ومش هسيبك غير لما تقولي لمرسي فين. وكمان الشنطه دي اللي كانت معاه، فين مرسي؟ قلت لك ما اعرفش حد بالاسم ده، ما تخرفيش اكتر من كده. كده طب تعالي. ايه اللي انت ده؟ تعالي. ايه يعني؟ مفيش حاجه، ده انا عارفاها، اصل جوزها بيشتغل عندنا والظاهر غاب عليها شويه وجايه تطمن عليها. انا هوديها له. تعالي. ايوه كده تعالي. خشي خشي يا اختي. عارفه طلعتيلي منين؟ بس انا مش هنام ولا ارتاح ولا يهدى لي بال غير لما اخلص من الموضوع ده خالص يا معلم حسين. عيب يا معلم حانف، هو كلام عيال. بالكتير تلات ايام هتنام وترتاح وبطنك بطيخه صيفي كمان. يا عم انا عايز انام في حضن التفاح الامريكاني. هيحصل يعني؟ اتفقنا. بقول لك هترتاح الاخر يا معلم حانف. الله، السلام عليكم. رب السلامه يا معلم حسين. شرفت يا اخوي. مع السلامة. بقول لك ايه؟ ايه؟ الاقدر وصل وبكمية رهيبة، هتكون ضربة العمر يا معلم حانف، بس عايزك بقى يا اخويا تشد حيلك في التوزيع. سلام عليكم. مع السلامة. اشد حيلي في التوزيع؟ ده انا اشد قوي حيلي في التوزيع الداخلي والتوزيع الخارجي. الله، ده انا هرتاح. الراحة للقلب منه وانتعبة النفس منك. يا رب راضي بقليلي وطالب بالحلال منه. يا اخويا اتنيل يعني بشار ابن برد. سلام عليكم يا معلم حنف. يا عم احنا ناقصينكم، ده انتوا حرم نيله. ها سبعه ولا ضعف؟ سبعه طبعا، ما انت شايف. سبعه ايه وبتاع ايه؟ فين مرسي؟ قولي لي فين مرسي. بس استني شويه. مرسي ايه وليا؟ وليا؟ وليا ده يا راجل يا شايب يا عيب. انت ابو ديله بس. استني هقول ايه؟ يا ابني يا شيخه تقولي لي ايه؟ من هون يا ابني. ده يا بتوع الثلاث ورقات. فين مرسي؟ احسن ودي للنبي حصوت ولم عليكم الدنيا كلها. مجدي استنى بس، انا هفهمكم، دي خطيبه مرسي. وجبتها هنا ليه؟ نعم، ايه اللي جابها هنا؟ اعطاك يا اخوي، اعطاك اللي هيكون على ايدي ان شاء الله. وجيلي لخنقك يا راجل. وبعدين بقى يا ستك، انا ماسك اعصابي لحد دلوقتي، وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ انا مش عارف. نعم، اللي هيحصل يا اخويا يا راجل يا شايب يا عيب انت. وديني النبي ما جبتوا مرسي لحياتكم في مصيبه يا ولاد الكلب. يا فندم، ما هي عملت لي فضيحه في الشارع ولمت عليا الناس والبوليس، وما كانش في حل قدامي غير ان اجيبها معايا طبعا. الله، ده على كده بقى، ده انتوا عصابه، ده انتوا مشبوهين. يا خيبتك يا مرسي، يا خيبتك يا مرسي. احيها 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 احيها. لا اله الا الله، ما شاء الله. ايه دول؟ افندم خدوهم الاثنين مع الكلب اللي تحت. ايه؟ ياخدوني؟ خدك ربنا يا راجل يا اخو. انت استني بس، ما انا يا فندم نفسي. اوعى 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 تسيب ايدي وانا هشوف مرسي، والا وديني حطينا فوق دماغك يا راجل. يا دهون ليه ده؟ وقتي ده انا ما سمعت كلامك. اعوذ بالله، ده انت ست شلق بشكل. انا ما بخير، لكن بعد كده انا مش عارف. انت كنت فين يا مرسي؟ ده انا قلبت عليك الدنيا، رحت اللوكاندا دي مروه دي ولا مره انا عارفه اسمها. آه، ايه مروه. لغايه ما قابلت البنت دي وهي اللي جابتني على هنا. اه، مش هي دي اللي كانت معاك في العربيه ليلتها؟ آه، ايوه هي. نجفة مرسي، لكن انت ايه اللي جابك هنا؟ مش عارف. البنت دي جابتك هنا ليه؟ ما اعرفش. الله، البنت دي تبقى مين؟ مش عارف. ايه يا مرسي مالك؟ هو كل حاجه تقول لي مش عارف مش عارف؟ لا ازاي بقى؟ ما انا قلت لك ما اعرفش قبل كده. ايه؟
في تلكس لسه واصل من مصر. بيقول ايه التلكس ده؟ المندوب سلم واستلم كده. طب روح انت دلوقتي. الو. ايوه سعاده البيه. الفلوس وصلت اسكندريه. ها؟ ايوه والاكلشات جايه. الف شكر يا فندم. مع السلامه. ابو كلام يا بيه. امي انتوا مش هتلحقوني بقى، انا عايز اخرج من هنا. خليك معاهم لما نشوف الاوامر ايه. اصل احنا قعدنا نصرخ واقول لها اقتلك وانتوا دورش، انتوا ما بتسمعوش؟ هنسمع ان شاء الله وهنطلعك قريب. احنا سي يا فندم. واحنا وانت معايا برضه طبعا ان شاء الله. انا مش عاوز عينيكم تغفل عنهم ثانيه واحده. اطمن يا ريس، ده انا شلطه والاجر على الله. اللي هيعدي من الباب ده تبقى اخرته عرفت على ايديا. عفاري معاليكم، انا مش هغيب. مسافه السكه وراجع. مع الف سلامه يا ريس. سيبك منهم، حضر لنا لهم على الماشي. واجب. مدام حي قيوم وحدوث. الله، الشيخ سيد فينك يا راجل؟ محدش شافك من زمان ليه؟ نداني، لفيت الندى ورحت له. ومين اللي نداك؟ مدد مدد شلاه يا حسين. مدد شلاه يا حسين، ادعيلنا يا عم الشيخ سيد. اطلع اطلع لحسين مستعجل، الجماعه فوق. اطلع بسرعه الحق كلك لقمه، في اكله حلوه قوي فوق. وحدوث. العظيم كل ذنب عظيم يا ربي. انا كان مالي بس ومال المصيبه اللي انا وقعت فيها دي. وبعدين يا مرسي والعمل؟ انا مش عارف مرسي، احنا لازم نخرج من هنا. ايوه انت عندك حق، احنا لازم نخرج من هنا. طب ازاي؟ انا مش عارف برضه. اه لما كانش بس دمك خفيف وخرجتي. انا مش عارف مش عارف. انت ايه؟ كل اللي عايزينه مني نفذته. انا مش قادره افهم عايزين مني ايه تاني. مرسي ايه؟ البنت دي بان عليها عارفه كل حاجه. انا طبعا عارفه كل حاجه. ارجوك يا انسه لازم. انس انت التالي اوعى. انت يا اختي قولي لنا، فهمينا ايه الحكايه. حكايه الحكايه كبيره قوي، انتوا مش عارفين حاجه. طب ما تعرفينا يا اختي. اعرفكم انتوا. بصي البنت دي بتشتمنا. لا ما يصحش كده يا عيب. نبي انتوا غلابه. خلاص خلي عندك انت رحمه. قولي لنا الشنطه فين. شنطه ايه؟ ما الشنطه خلاص اديتها للخواجه واداني شنطه بدلها. طب الشنطه الثانيه فين دلوقتي؟ الشنطه الثانيه زمانها عند الراجل الكبير طبعا. ايه يا اختي؟ راجل مين؟ كبير؟ ايوه الراجل الكبير اللي مش هيرحمنا. زمانهم قال لهم يقتلوني. بنتي دي بتقول ايه؟ نبي ما فاهم حاجه خالص. ولا عمرك هتفهمي. لا اسمعي يا بنتي، انت حاسين ملابسك احسن من مديني نبه على عينيك. الله بعدين يا نجف. الله نجف فيك يا اخي، انا ضللت من ساعه ما دخلت المكان ده. ايوه عندك حق، المكان مظلم فعلا. انت بتهزر، انت مش سامعه بتقول ايه؟ بنتي بس فهمينا انت يا انسه. افهمكم ازاي في الزنقه اللي انتوا عاملينها دي؟ انا كل تفكيري دلوقتي في حاجه واحده بس. ايه هي؟ ازاي نقدر نهرب من هنا قبل ما يخلصوا علينا وعليكم؟ يا لهوي، طب واحنا مالنا؟ هو صحيح ممكن يخلصوا علينا؟ ايوه ممكن يخلصوا عليكم، انتوا وقعتوا في ايد عصابه ما بترحمش. مرسي أيوة. والعمل يا مرسي، الحكايه باين عليها فيها قتل اهو. ولا لو عملتها يا حنفي الكلب. طب هو حنفي الكلب ماله بس؟ ما هو السبب في الوظيفه المهببه اللي انت فيها دي. الله، انت مش قلت لي ان الشيخ سيد هو المصدر؟ ايوه يا سيدي. انتوا بتقولوا كده من غير مناسبه؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ احنا دلوقتي لازم نفكر في الاهم. اسمعوا، انا عندي فكره هيا تخلينا نهرب من هنا. ده بالحقيقة بيها. بص راسي. ايه بص راسها ده ايه؟ بص ايدك. طيب بص ايدها ده ايه؟ اي حاجه. لا جبت الشنطه معاك؟ ايه توفيق بيه. عظيم. كله تمام؟ كله تمام. ثلاثة في السرداب موجودين يا بيه. ما انا عارف يا تيمور، لسه حيين؟ مجتنيش اوامر يا بيه. اول ما ترجع تخلص عليهم، وبالذات اللي اسمها سهام، ما شوفهاش عايشه. اي اوامر تانيه يا بيه؟ نفذ اللي قلت لك عليه. امرك.
امرك يا سعاده البيت. تسلمهم الشنطه ويبتدوا عمل البروفات. امرك يا سعاده البيت. مع السلامه. عشان خاطر عيون نجف لو طلبت لبن العصفور اجيبه لها. قلت ايه؟ تعيش يا اخويا، تسلم لنا يا سيد المعلمين. يعني اتفقنا؟ الا اتفقنا، اول ما تيجي نجفة هقول لها على اللي احنا اتفقنا عليه. يعني كلام رجاله؟ كلام رجاله، بدل المخفي بعد عننا، احنا هنلاقي زيك فين؟ اوه دي المجاري مليانه. يلا صوتوا اعملوا اي حاجه يلا. والله إنك كل موتك. اعلى اعلى اعلى. والله انت بقى مركبت عاوز الاركوز كده ليه؟ غير الكوره صحيح عشان يسخنوا. يا لهوي الحقوني يا عالم الحقوني. والله ما سيبك لبيت. يخرب بيتك بيت ايه؟ يا سلام اكله تمام. ايه رايك في الاكله دي يا شيخ سعيد؟ رضا من عند الله. عايزين نحبس بكوبايه شاي. لا انا طلبت يتعمل لنا قهوه علشان خاطر الشيخ سيد يشوف لنا البخت، ولا ايه رايك يا راجل بركه؟ يا سلام من عيني الاثنين. وبعدين بقى في العالم دي يا جدع سيبك منه، خلينا مع الراجل البركة ده. ها وادي يا سيدي لكل واحد نقطة من البركة. اتفضل بالهنا والشفا. عندك حق يا شيخ سيد. وبعدين هو مفيش حد سائل فينا. يعني ايه هنفضل محبوسين الحبسة دي؟ معلش عشان خاطري جربوا تاني، انا عارفة انهم هيردوا. يلا بس صوتي. اصوت ايه بس؟ اي اي قدامك سرة كبيرة. فين السرة دي؟ اهي واضحة زي الشمس. وفيها ايه السرة دي يا شيخ سيد؟ والذهب الماز ياقوت الله اعلم. وجيالك بعد ثلاث نقط. يعني ايه ثلاث نقط يا شيخ سيد؟ قول ثلاث ايام، ثلاث اسابيع، ثلاث سنين، الله اعلم. اهو كله مكتوب واضح زي الشمس. وبعدين الجماعه اللي بره ما حد سمعنا فيهم، هم طرش ولا ايه؟ انا عارف انت طرش. باين طرش. وبعدين يا بنتي انت هنعمل ايه؟ يعني عايزين نتصرف اعمل لكم ايه؟ تصرفي يا اختي. اتصرف ازاي اذا كنت انا مش عارفه اللي بره بيفكروا في ايه؟ لكن انت يا انسه ما قلتلناش لغايه دلوقتي الشنطه فين. يوه يا مرسي يا مرسي، جماعه احنا في ايه ولا في ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ طب صح يا مرسي، الشنطه دي كان فيها ايه؟ انا مش عارف يا نجف. تاني مش عارف. ما هو ده اللي مجنني، انا مش عارف الشنطه دي فيها ايه عشان الناس دي كلها تعمل كده. اكيد فيها حاجه مهمه، بس ايه هي؟ طبعا مش عارف. اه صح انا مش عارف. فيه اتنين واقفين لك في الطريق، والاتنين رجاله اتنين ستات الله اعلم. خرجت ما رجعتش. ما قالتلكيش يا راحه فين؟ ابدا، بس كانت نازله متضايقه قوي يا معلم. طب لما هي لما بتكون متضايقه بتنزل بتروح في ايه؟ انا خايفه لا يكون الواد مرسي المخفي ده ضحك عليها وخدها يكتب كتابه عليها. نعم
ده انا كنت اشرحه اقطعه زي التذاكر. نجفه دي محدش يتجوزها الا انا. يا اخويا اتنجل، احنا في ايه ولا في ايه؟ هتكون راحت فين؟ ما ده هي هتكون راحت. بقول لك يا نجفه، انت خليكي ثانيه هنا واحده على بال ما ارجع. بس لا لا لا، انا هخش معاك. لا تخش معايا، ده ايه؟ انا ما عنديش حريم تبان على الرجاله. يعني ايه وانا مش حريم يا مرسي؟ لا لا، يعني ايه؟ لا قصدي يعني انت حريم من نوع تاني وهي حريم برضه، بس يعني اصل في انواع، اثنين نوع من الحريم. طب بس يلا، حريم قواعد الامان وحريم قواعد. انتوا متاكدين من الكلام ده؟ طبعا يا فندم، احنا متاكدين جدا. طب ده كلام خطير وبيكشف عن عصابه كبيره. طبعا يا فندم يكشف، امال احنا جايين لحضرتك ليه؟ وانت يا مرسي متاكد ان اسمه الحقيقي محسن دي ولا مزيف لاخر؟ طبعا مزيف، اسمه محسن بس مفيش بيه دي. ركز يا استاذ مرسي، اسمه ايه؟ هما فندم قالوا لي كده، قالوا له إيه اسمه محسن، محسن بيه. اه على العموم احنا عارفين كل حاجه واحنا معاكم خطوه بخطوه، المهم ان احنا نوصل لتوفيق، ودي مهمه المدام، ولا ايه رايك؟ انا تحت امرك يا فندم. ما انت لازم تكوني تحت امر، امال هتروحي فين؟ الف مبروك مقدما، وانا اشكركم على شعوركم النبيل ده، بس ما تنسوش اول ما تخرجوا من هنا تنفذوا اللي قلت لكم عليه. حاضر يا فندم. السلام عليكم. يلا انت يا خيبه عليا يا مرسي، انت اتحط واسعه قدامك. يلا يا خيبه. ايوه تعالى بس. بقول لك انا خليك انت هنا لما نخلص المباراه وننزل على. لا يا حبيبي ما سيبكش، رجع على رجلك خصوصا مع البنت دي. الله بقول لك ايه، انا مش معقول كده يا نجا. الله انت نسيت سعاده الباب ايه قال ايه؟ ايوه ما انا عارفه قلت لي، بس انا برضو قلبي مش مطمن. طب معلش خليك انت بس، وانا مش هجيب عندي خمس دقايق وانزل لك على طول. طيب واذا حصل حاجه؟ هيحصل ايه بس يا نجا؟ مش هيحصل حاجه ان شاء الله. جري يا نجا، هو انا هختفي ولا ايه؟ خمس دقايق وهرجعهولك. الله سامع، بصراحه بقى انا خايفه من البت دي. يوه زودتيها بقى. ايه ده انت مالك مضايقه كده ليه؟ بقول لك ايه، خليها تطلع هي وخليك انت يا مرسي. معقول انا جافه برضه اسيب واحده ست تطلع وحدها؟ ده انت فاهمه برضه؟ بصراحه بقى انا قلبي كده وكأنه مش مطمن. هو دايما كده قلبك واكلك على طول، ما تخلوش ياكلك يا ست. اجمدي بس وانا خمس دقايق وانزل لك. يلا يا مرسي مفيش وقت، ما تاخرش يا مرسي. يلا انت رجعونا ايه وانا واحده. ايه اللي تعالى بس يا مرسي، ما ليه ترجعونا دي؟ يا رب يا رب استر علي يا رب، ده امير والنبي وابن حلال، انا عارفه لو اتزنق فوق وسالوه اي حاجه يقول مش عارف. يا خبتك يا مرسي، يا خبتك يا مرسي. انا وصلني كل حاجه، عندي اخباركم اول باول. سعادتك عرفت ان الشنطه اتسرقت منكم؟ انا ده عارف كل حاجه، سعاده البيه. انا انت تخلص خالص ولا كلمه. حضره سعاده البيه، انا ممكن اخلص عليكم حالا. ايوه يا فندم، بس انت قلبك كبير مش معقول هتعملها طبعا. وعشان كده انا حاسبكم تروحوا دلوقتي. طب يا فندم مش عايزني في حاجه تانية؟ اما عاوزكم حاجبكم. طب حضرتك تاخد العنوان بتاعي في مصر؟ انا اعرف اجيب اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه. طب متشكر يا فندم، انا بصحى متاخر بطلع على الوقت بتاعي. انت بتقول ايه بس؟ تعال يا مرسي. تيمور بيوصل، خليه يدخل. اتفضل يا تيمور بيه. ازيك يا تيمور؟ محسوبك يا محسن بيه. هو تكون بتلعب على الحبلين، انت عارف اخلاصي ليك يا محسن بيه. الاكاشيهات موجوده في الشنطه يا محسن بيه وتحت امرك. انا اديت لي توفيق لاكاشيهات مزوره زي ما انت عارف. عارف عارف. خد يا تيمور. ربنا ما يحرمنا من عاطفك يا محسن بيه. حلو، ادي توفيق وشربها، مش فاضل الا البيه الكبير، برضه هنشوف له صرفه. ايوه يا فؤاد، الشغل تمام؟ عملتوا التيست؟ بتقول ايه؟ الاكلاشيهات طلعت مصوره؟ افتكر مين اللي عمل فينا كده يا فؤاد؟ سهام؟ شعل الارض وهات لي سهام فورا. ايوه انا محتار، فهمني يعني هنستلم امتى؟ كلها يومين ثلاثة يا معلم حانف، هنقوم من هنا في الفجرية نسلم ونستلم، ويا دار ما دخلك شر. لو اني بسعى قوي في الفجرية، انما وجب وجب يا معلم حسين. الله، هل هنالك يا شيخ سيد؟ ايه يا شيخ سيد؟ كنت مسافر فين؟ كنت عند سيدك. سيدي مين؟ السيد البدوي حي. طب يا شيخ سيد
ما دام كنت بتزور الشيخ سيد يبقى هجيب لك جلابيه جديده. بس على الله كنت دعيت لي. نفسي بقى نفسي نور المراد. مالك يا معلم حانف؟ تعبان يا معلم حسيب، تعبان. قول لي مين اللي تعبك وانا اخلصك منه. يا ريت يا ريت يا معلم حسيب، ده واد لازقه بغيره، تخين وكئيب وفي شبه من الكره شراب. طب هو مين معانا برضو؟ ايوه يا سيدي بقى معانا، وانا اللي خليته يبقى معانا. انا كنت فاهم ان انا بالشكل ده هرتاح، لكن يظهر مفيش فايده. طب واللي يريحك منه؟ بالشرف. عيب يا معلم حنفي، ده انا راجل قوي وعجبك في الحاجات اللي زي دي. وانا احبك قوي ويبقى لك عندي الحلاوه. طب قول لي على الموضوع من اوله لاخره وانا اشوف لك ليه صرفه. شوف يا سيدي، كويس ان احنا خلصنا الماموريه وجينا في نفس اليوم. الحمد لله. ما عندكش فكره يا مرسي انا كنت تعبانه وقلقانه عليك وانا واقفه تحت قد ايه. اتاري محسن بيه بقى ده طلع ده تعلب كبير بقى، ده راجل فظيع. بس هيروح فين؟ البوليس مراقبه. بس انا اللي مش فاهمه ليه البوليس قال لنا روحوا اسكندريه وتعالوا في نفس اليوم. يا مرسي ما تسالش، البوليس فاهم هو قال لنا كده ليه، احنا اللي علينا ننفذ الاوامر بس. مظبوط يا اختي مظبوط، ده شغل بوليس، والبوليس شرطه في خدمه الشعب. عمال ايه؟ اسم الله عليك. يا سلام لو مسكنا العصابه دي على ايدينا وانا اللي مسكتها اكيد هيعينوني مخبر. ايوه يا ابني، وتبقى ولا عبد الحليم حافظ في زمان. الله يديك الصحه انا جفا. ويديها لك يا مرسي. جالك كلام يا معلمي؟ اهو محسن بن قتل. احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي يا معلمي؟ احنا مالنا ازاي؟ انا خايف خايف قوي. انا قلبي كان حاسس ان الشغلانه المهببه دي مش هتعدي على خير. ياض اثبت يا اثبت ازاي بس يا معلمي؟ اثبت ازاي؟ أنا على العموم كل اتفاقاتي مع المعلم حسين. محسن اتقتل، محسن ما اتقتلش ده شيء ما يخصنيش، فهم؟ والله ما أنا فاهم حاجة يا معلمي. السلام عليكم يا معلم حنفي. سلام ورحمة الله يا معلم حسين، أنت جيت؟ اتفضل. بقول لك إيه؟ سمعت آخر الأخبار؟ أخبار إيه؟ مش محسن بإيه؟ اتقتل. بالذمة. لا حول الله. كان راجل طيب، تصور. نعم، يعني انت مش همك؟ وانا مالي يا عم، الاعمار بيد الله. انا جاي لك في موضوع مهم. الله، وموضوع محسن بيه اللي اتقتل ده؟ يا عم ما قلت لك الله يرحمه. انا جاي لك في موضوعك انت ولا نسيت؟ ايه وده برضه موضوع يتنسي؟ ده ننسى كل اللحمه ولا ننساش الزفت اللي اسمه مرسي كمساري سوارث ده كده؟ وانا سفروت. نعم ورايا. الله الله. ايه يا معلم حسين واخي سفروت، رايحين على فين ان شاء الله؟ هروح اخلص لك موضوعك ده حالا، وهتفرج بقى حلو على تفانين العبد لله. طب يا اخويا بالسلامه. سلام. ربنا يوفقك يا اخويا بالسلامه. السلام عليكم يا معلم حنفي. الله، ايه حكايتك يا عم انت؟ رايح سلام عليكم وجاي سلام عليكم. تقرير الطبيب الشرعي بياكد ان محسن مات باصابه من مسدس كاتم الصوت وان الوفاه جنائيه. وايه اخر معلومات عن الاصابه يا فندم؟ احنا رمينا لهم الطعم اللي حصلته. تقصد سيادتك سهام ومرسي؟ بالظبط. ايوه انا عارفه مين اللي متسرب علينا. انا عارفه يا اختي. اهدى نشوف مين. ايه ده؟ عايز ايه يا ولد انت؟ السلام عليكم يا ولد. ايه سفروت؟ ايه يا ولدي اللي جابك هنا؟ سيبك في طريق منين؟ ستي نجفه ده انا دخت عليك عمري ما عرفت طريقي. خير يا ولد في ايه؟ الست عطيات ام حضرتك. يا ستي مالها؟ مسكوها في الحاره وبيضربوها بالتصالح الدكانه بتاعتكم. ايه؟ مين اللي عمل فيها كده؟ هو في غيره؟ ايه المفتري اللي اسمه حنفي؟ حنفي؟ يخرب بيت عمه والنبي لو وريه الانسان ده. يا نجفه. ايه في ايه؟ نجفه فين؟ انا سمعت كل حاجه. ما كان بيتكلم واحد ونزل جري على الشارع. ازيك سمعت ينزل وحيدها؟ ما انا مالي مرسي رايح فين؟ سك الباب وتعالى ورايا بسرعه. اجي وراك. الو الو ايه سعاده البيه الكبير؟ اهلا وسهلا سعاده البيه. نعم. ها الشنطه وصلتها لمين؟ وصلتها لمحسن بيه. ايه لا معقول؟ انا ما اعرفش حاجه يا سعاده البيه. لا اله الا الله يا سعاده البيه. الله قفل السكه. يلا يا اخويا منك ليه؟ ايه؟
مقفلنا هنا ليه؟ انا عايز اعرف. ولا كلمه دماغنا بتوجعنا. طب اعرف بس ما انا نفهم فيك. فين يا جدع انت؟ فين الشنطه؟ انت اتكلم. معرفش. انا هقتلك. انا طول عمري بيعك اليمين. هرجع على الاخر اعمل كده. ما عملتش. لكن اكيد في حاجه. يبقى مفيش غيرها. قصدك سهام؟ اكيد. هي فين سهام؟ انا مش عايزك تخلص عليها. ما جاتنيش اوامر من البيه الكبير. امال راحت فين؟ اتكلم. ما اعرفش. مين؟ انت مستني حد؟ لا. طب قول مين؟ مين؟ انا شلاطه. دول رجالتي. ده خبر؟ اهلا. انتم وصلتم؟ معقوله؟ انت بتقول ايه؟ تعالى استلمها بنفسك. نجفه؟ الله، طبعا نجفه. امال اباجوره؟ مش قلت لك الموضوع ده انا هخلصهولك؟ واديني خلصهولك يا عم. يا 220 الف فولت عليك يا معلم حسيب. واد يا سفرود. ايوه معلمي. سيب زكي شطف هو القهوه وتعالى ورايا. على فين يا معلمي؟ على حبيبه القلب يا واد. خلاص المعلم حنفي علق نجفه. تعالوا معايا. فين الشنطه؟ قلت لك الشنطه معايا. الله الله، انت تقولي معاه وهو يقول معاكي، معناه ايه الكلام ده؟ اتكلمي، فين الشنطه؟ وانتوا؟ واحنا ايه؟ يلا بينا يا مرسي. يلا استنى هنا التوهينا. استنى ايه؟ عارفين هو دخول الحمام زي خروجه حلوه؟ نعم. لا بقول لك ايه، ابعد عنها خالص، هي مالهاش دعوه بالموضوع ده. موضوع ايه؟ موضوع الشنطه. تقدر تقول لي الشنطه فين؟ انت هتقعد تقول لي الشنطه فين وتقول لها الشنطه فين وتقول لها الشنطه فين؟ الشنطه عند الخواجه. الشنطه اللي عند الخواجه فيها الفلوس. الشنطه اللي ما فيهاش فلوس عند محسن بيه. محسن بيه اتقتل. يا لهوي، هو اتقتل؟ يعني مات يا مرسي؟ لا اتقتل بس. يا لهوي اخلصي. يا لهوي قطع ايدك. لا عشان اديك على حنطور مناخيرك. انت بتديني لك عليها على ولا حركه. ايه ده؟ ولا نفس. تعالى انت وهو. امرك يا فندم. خلي بالك من دول. حاضر يا فندم. انت تاني تاني يا اخويا. اوعى كده بتكنيله. اوعى تكنيله. رد. مين؟ انا حنفي. مين حنفي ده؟ الراجل اللي بيشيل بضاعه عند محسن بيه. يعرف حاجه عن الشنطه؟ لا، ولكن اطمني. طب افتح واي حركه انت عارف. لو البوليس افتح لها يا عم. ها؟ ولا كلمه. حاضر. ربنا ياخدهم يا رب. وفي ايه؟ في ايه يا هم مالهم منشيين؟ ولا كلمه. انت هو حاضر. الو عليك. اهلا وسهلا المعلم حنفي شرف. ايه اللي جابه هنا ده؟ السلام عليكم. اهلا. سلام يا اخويا. اهلا اهلا يا معلم حنفي. والله هل هلالك يا اخويا. ما حدش اتحرك من مكانه. ايه اللبش ده؟ يا بيه، وايه العباره بالظبط؟ بما انكم تعرفوا بعض، فين الشنطه بقى يا حلوين؟ الحلوين يرد عليك. انا ماليش دعوه. شنطه ايه؟ انا عارف شنطه ايه. احنا قلنا لك مفيش شنطه. ما حدش عاوز يتكلم. طب انا هعرف ازاي اخليكم تتكلموا يا مرسي بيه. ايوه يا فندم. انا عارف ان الهانم دي عزيز عليك قوي، وحاجه من الاثنين، يا تقول لي فين الشنطه. ايه ده؟ يا خلص على الاماره دي. اسمع بقول لك ايه يا معلم حنفي. هيضربها بالمسدس. يا ابني الناس ما تقول الشنطه فين. خلينا نخلص. اقول الشنطه فين عشان انت تتجوزها. ما انا لازم اتجوزها يا ابني، مش بحبها. يا اخي طب مش قايل الشنطه فين؟ وانا مش هتجوزها. انت عارف الشنطه فين؟ لا مش عارف الشنطه فين. اقول لك انا توفيق فين؟ لا لا بس سيبها. لا يا مرسي، انا اللي هقول لك توفيق الشنطه فين. بس سيب دي في حالها. سيبها. ايوه خدي بقى يا اخي. يلا بينا. ولا حركه انت وهو. يا سلام. تعالى. ما حدش حرك مكانه. انا بقول لك اهو. طب انا هقول لك. تعالى بس. انا هقول لك يا توفيق بيه، الشنطه انا خدتها سلمتها للخواجه، والخواجه اداني شنطه ثانيه وديتها لتيمور بيه. الاكلاشيهات اللي جات لي مزوره يا مدام. مفيش داعي يا توفيق للسلاح. اتحرك من مكانه. يخرب بيتك، هو انت؟ مش ممكن. مين؟ الاستاذ سلام عليكم. هو اسمه الاستاذ سلام عليكم؟ يعني هو اسمه سلام وابوه اسمه عليكم؟ لا، هو اسمه لوحده سلام عليكم، ابوه اسمه سعيده. معقول ايه انا في هتعرج؟ ما تقولي راسك. انا ماسك مسدسين وهتعرج. هو ده سفرود. ايوه معلمي. مش هو ده برضه؟ هو بعينه معلمي. هو مين؟ هو مين؟ سلام عليكم. هو مين؟ انت مش عارفني يا توفيق بيه؟ طب ولا حتى صوتي برضه ما تعرفوش؟ صوتك. اسمع، انت طلعت اذكى واحد فيهم، غررت بيهم كلهم، لكن ما قدرتش تغدر بي انا. فين الشنطه يا تيمور؟ انا روح هات بسرعه. حاضر. ايه هو في ايه؟ الله، البلد مقلوبه على الشنطه ليه؟ انا كل واحد يخش هنا يقول الشنطه فين الشنطه فين.
سيادة البيه الكبير. الحمد لله البيه الكبير بتاع البوليس وصل. دلوقتي مهمتي انتهت، بس في حاجة، محسن بيه هو الوحيد اللي كان يعرفني اتقتل. يا سلام. طيب انتوا اعمل فيكم ايه؟ الحق حبيب الله. اقبض عليهم يا سعادة البيه وروحنا، انا ربنا يخليك. اخلص. حاضر. انا لازم اقضي عليكم كلكم واحد واحد. يا رايق. وادفن سر مع كل واحد فيكم. يا ابن الاصول. انا ما عملتش حاجة. اتفضل الشنطة يا بيه. اخيرا وقعت يا حضرة البيه الكبير. انت الوحيد اللي كنا مستنيينك، لاننا ما كناش عارفين انت مين. افراد العصابه عرفناها واحد واحد، لكن انت لا. ولانك ذكي جدا، تليفوناتك كلها كانت من اماكن مختلفه، عشان كده ما كناش عارفين انت بتتكلم منين. والطعم الوحيد اللي وقعك كان الشنطه، وديك وقعت. يخجتك نيله. هو انت؟ مش ممكن. طب الحمد لله جت عليك. اقول سلام انا بس. سلام ايه يا معلم حسين؟ انت ايه اللي كان جابك هنا؟ انا لا مؤاخذه فاعل خير، ويا بخت من وفق راسين في الحلال. طب والبضاعه؟ بضاعتي يا سعاده البيه. المخدرات يا عزيزي، ولا عايز تستفرد بالبضاعه لوحدك عشان تبقى انت الراس الكبير وبس؟ اخس. مش كده؟ وانت يا معلم حنفي؟ لا يا سعاده البيه، انا ماليش دعوه بالعالم ديت. انا عدم المؤاخذه جايه اخلص الاموره الحلوه دي من ايدين المجرمين دول، واخدها واروح لكوافير عشان تحلق شعرها على فرسوني. يعني اصل النهارده عقبال املتك فرحنا. ما تتفضلوا معانا يا رجاله، اتفضل يا بيه. والله العظيم انت بقى عبيط ولا بتستعبط؟ لا عبيط يا بيه. وانت بقى فاتح قهوتك لشرب الشاي والقهوه؟ احنا فاهمين كل حاجه يا معلم، يا اللي عامل نفسك مفتح. حتى انت يا وزع اللي مش باين من الارض. لا بيه، ده انا غلبان والله العظيم يا بيه، ده انا تقيل يا بيه. يا سلام، صعبان عليا. ما يصعبش عليك غير يا فندم. السلام عليكم. تسلم. انا يعني كلكم ربنا كرمكم والحمد لله. خلاص ما بقاش في الدنيا في حاجه مهمه غير الفلوس وبس. وعشان مصلحتكم اللي عامتكم عايزين تخربوا البلد وتخربوا عقول الناس. عالم جبنات. اما انت يا انسه سهام فانقذتي نفسك في اخر لحظه بموقفك الاخير ده. انت وقفتي معانا وساعدتينا، وده موقف شريف يا فندم. انا طول عمري كنت عايزه ابقى صح، بس ما لقيتش الفرصه. انا ما كنتش عارفه رايحه فين ولا بعمل ايه، وده اللي كان معذبني. لكن الحمد لله. يعني خلاص جات الفرصه؟ ايوه يا فندم. اما انت بقى يا استاذ مرسي فطلعت بطل بصحيح. حسن نيتك وطيبتك وحبك لبلدك خلاك تغامر بحياتك وترمي نفسك في النار. أيوة. وكان ممكن تتحرق. لكن ربنا ستر في اخر لحظه. الحمد لله. وده موقف تحسن عليه. وكمان خطيبتك نجا فطلعت اصيله. ضحت بحياتها عشانك وعشان بلدها. اه يا فندم. وده مش شيء غريب بالنسبه لواحده زيها. لا لا كويس طبعا بالنسبه لواحده زيها. خلاص خلاص يلا خدوهم كلهم. امشوا قدام. خدوا الناس دي كمان. يلا هلعب معاهم. يلا اتفضل. يلا يلا هلعب كمان. يلا هلعب. يلا خدوه. يلا وانت معاهم كمان. يلا يا اخويا اهو. دي يلا. اتفضل اتفضل اتفضلي معاهم. يلا يلا كله معاهم كله معاهم. وانت معاهم معاهم. اه بالحق نسيت اقول لك يا استاذ مرسي. انت ليك مكافأة. انا فندم؟ ايوه 10% من المبلغ اللي في الشنطة، وده حقك القانوني. والمديرية قررت صرف 2000 جنيه ليك انت ونجاح. والنبي يا 2000 نهار ابيض، يا 1000 نهار ابيض. شوفي انت بتعملي ايه؟ لا انا لا يمكن يا فندم اقبل اي مليم على قيامي بالواجب. انا ارفض. ايه هو اللي ترفض انت راخر؟ ده احنا ما صدقنا جتك نيله. ولا مليم. انا ارفض وبشده. اذا كانوا عايزين يدوني مكافاه يعنوني عندهم مخبر. اضمن شغلانه، انما مكافاه. والله انت حضرتك قلت كام جنيه؟ 2000 جنيه. لا يبقى نقبلهم يا ناس ما دام 2000 جنيه. شكرا. يمشينا شويه وبعدين يبقى احلاها 1000 جنيه. كده من الصبح يا راجل بال 2000 جنيه. هو ربنا بعتهن. افتكرت بيقول لي مكافاه 2 جنيه بس. مرسي. ايوه نجف. شفت يا مرسي؟ شفت الناس جرالها ايه؟ شفت الفلوس بتعمي عينيهم وبتعمي ضمايرهم ازاي؟ شفت بيتعاملوا مع بعض ازاي؟ وكل ده عشان الفلوس. حتى ما فكروش في البيوت اللي بتتخرب بسبب الهباب اللي بيتاجروا فيه ده. الناس بتموت والصحة بتروح حضر. حتى الأخلاق، الأخلاق ضاعت يا مرسي. والإيمان، الإيمان ما بقاش موجود في قلوبهم بالذمة. ده كلام ده؟ تصور يا مرسي كل ده بسبب شوية مجرمين ما بيفكروش غير في نفسهم وبس. ما بيفكرش غير في انهم هم يعيشوا لوحدهم. بس دي ما ده كلام يا مرسي. والباقي الباقي ذنبه ايه؟ ده كلام يا مرسي. لا انت عندك حق، مش كلام اب. انا خلاص بعد اللي حصل لي ده انا عند احسن لي بقى 1000 مره اعيش اكل عيش حاف وابقى ضميري مرتاح احسن من البسبوسه والنيابه والبوليس اللي بيجروا ورانا دول خراب البيوت. انا من بكره اروح اشغل كمساري. لا بلاش كمساري، اشغل السواق بتاع الاتوبيس. لا بلاش كمساري.
وموت الناس، اشتغل سباك. ايوه برافو عليك، سباك يا مرسي، بتكسب 1000 جنيه في اليوم. اكسب 1000 جنيه وانام ضميري مرتاح. ايه؟ تنام لوحدك يا اخويا؟ لا طبعا، هو هيجي لي نوم لوحدي. امال هتعمل ايه؟ انا مش عارف، هو في حل واحد؟ ايه هو؟ نروح انا وانت للمأذون. والنبي صحيح يا مرسي؟ امال ايه؟ طب يلا مستني ايه؟ يا حبيبتي لا لما يجي المأذون يا جدع.